يا جماعة النهاردة عيد ميلاد صاحبي وأخويا سيف اللي أنا غلطت فيه النهاردة وحابب إن أنا أعتذر له وأحتفل بعيد ميلاده معاكم. سيف او ماي جاد بينده على سيف سيف فين سيف يا جماعه؟ اهو اهو بشاور لك يا عم اهو سيف اهو اسكت ايه في حي جمهورك يا لهوي هيحبسنا ابن الهبله ايه ده انت بتعمل انت وهو فوق انزل يا فنش منك ليه تحت ايه ده لا مش نازلين اطلعوا انت انزلوا بدل ما اتصرف معاكوا تصرف ما عجبكوش لا هيعجبنا ومش نازلين انا مش فاهم ايه البجاحه اللي انتوا فيها دي انتوا جايين تسرقوني قدام الناس دي كلها وبعدين ثانيه واحده ايه جوز النضرجيه اللي انتوا موقفينهم تحت دول وفين جوز الستات الكبار اللي كانوا موجودين معاكوا في سوء تفاهم حضرتك انا التليفون بتاعي فصل شحن ومش معايا غير شحن عربيه فطلعت اشحن كده وانت واقف معاه بتعمل ايه بقى مسك له السلك لا انا طالع عشان اسليه عشان ما ينامش وهو بيشحن لا ده انا اوديكم في 60,000 داهية اهدى بس يا انكل الناس دول معايا اكيد في سوء تفاهم لا بقولك ايه مالكش دعوه انت خالص بالموضوع ده اخلع نفسك اخلع نفسي ده ايه بقولك الناس دول معايا لا الكلام ده مش عليا انا ده على العيال السيس بتوعك الكلام ده على اي حد على فكره بقى كده طب بقول لك ايه بقى يا ماجد بس 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 هي وصلت لماجد لا لو الموضوع كده بقى يعني حضرتك شايفه غلط اعمله مفيش اي مشاكل مع السلامه اتفضل 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 الف سلامه مع السلامه راح فين راح فين يلا بقول لكم ايه امسكوهم قبل ما اطلب لهم البوليس اوعى يا بت اللي هيقرب مني هشق الازازه دي في دماغه وانا اللي هيقرب مني هديب البوكس خليه يسيبونا لوكس لوكس ايه يا نيلي انت بتتخانقي في حوش المدرسه اللي هيقرب مني هديب الشلوت واديها سيوت نيلي اسكتي يا نيلي هينفخونا يا نيلي انا خايفه قوي يا شريهين انتوا لسه بتتفرجوا عليهم بقول لكم اقبضوا عليهم انا شريهان بنت عبد حليم الباكابورت وي كله يقف مكانه محدش يتحرك كله يقف مكانه شايف ليه ابني على البتاعه دي كلها وحرس لي الخمره دي كلها وحرس لي الموزه دي كلها في يا محفوظ باشا استرعينا ليه سبحان الله يا باشا المعجزه اللي احنا فيها دي هو ازاي حضراتكم وصلتم قبل ما انا اتصل بيكم محفوظ بيه الضابط الشاطر ما يجيش بعد ما البلاغ يحصل لا قبل ما الجريمة تحصل اسمح لي يا عزيزي اني اسجل اعجابي بنشاط البوليس المصري ويقظة البوليس المصري ورجاله انا ممنون ليك يا باشا ايه اللي حصل لا ابدا الواد اللي فوق ده كان عايز يسرق العربية بتاعتي وبعد كده كمان هو خبط فين العربية ديت اهي فوق قدام حضرتك اهي يا فندم لو العربية هي وكالة من غير بواب العربية دي مش مرخصة مرخصة ايه يا باشا دي ديكور الركنة هنا مش ممنوعة؟ يا باشا بقول لحضرتك ديكور ركنة ايه؟ المكان ده مرخص؟ اه طبعا مرخص التورتة دي شوكولاتة؟ لا بالفانيليا نرجع لموضوعنا يا باشا، نرجع لموضوعنا فش يا ابني العيال كلها بسرعة بسرعة ما تقلقش يا سعادة باشا احنا هنمسك العيال دي ونزج بيها في السجن تزج بيها في السجن بس لا مؤاخذة يعني ايه اللي فوق دماغ حضرتك ده؟ يوه اصلا لا مؤاخذة خدت دش سخن وزي ما انت شايف الريح شدة فخفت استوى ما تقلقش يا باشا احنا هنمسك العيال ديت ونزج بيها في السجن ارضاعا للعدالة ميرسي يا فندم ميرسي جدا جدا لحضرتك فعلا ميرسي قدامي يا مجرم قدامي انت اللي زيك لازم يزج بيهم في السجن طب اوعى ما تزجش جرايه ضاحي فيها ضاحي بيتك
ضحية وخيبت ايه؟ ايه اللي ضحية وخيبت ايه؟ شو ما تقولش اسمي هنا الله. ما تقولش اسمك تعملي فيها ظابط، شو ظابط يلبس كده؟ يلبس كوتش بينور. الله ظابط وداخل ديسكو الله. والعسكري ده. ماله؟ ايه اللي ماله؟ ما تكتب عليه مبروك للعروسين. شو بقى اسبكوها بقى؟ ما شافوهمش هم بقى، ما شافوهم هم ها؟ اسبكوها. حاضر نسبكها يعني نعمل ايه؟ ايوه شوية صعبانات. يا سعادة البيع حرام عليك، انا عندي كم عيال وانا عندي بغبغان غلباه وبنص لسان زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان، بيذاكر الليل بطوله وبيحفظ اللي بقوله. مظبوط. مشينا بقى عشان ناكل البغبغان. وما افتكرتش البغبغان غير دلوقتي. انت بالذات ما تتكلمش، انا جايبك على سرعه جنونيه وسكران كمان. ايوه ما هو هاي واي، ايه المشكله يعني؟ ايه ده؟ ايه المشكله؟ شيوحه ايه ريحه بقك دي؟ طالما مش قد الشرب ما تشربوش. انت وانت على الهاي واي وبالسرعه الجنونيه دي مش ممكن كنت تقتل حد؟ ممكن. مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب. خش على البوكس. ضحي ضحي اطلع بقى. ضحي ايه وخمس دقايق يا سيف؟ الله اطلع قلبك من سيف يا سيف سيف. والله العظيم يا حضرة الضابط انا مظلوم، هي دي اللي قتلت مي عز الدين. مي عز الدين ايه؟ دي هند صبري يهبل. هند صبري؟ وانت ايه خالد الصاوي؟ انا ضاحي. يالا ضاحي؟ انت طلعت حكومه يا ضاحي؟ يا ابني حكومه ايه؟ ضاحي جاي معانا عشان خلصنا من محفوظ. بس برافو عليك يا ضاحي، انت جيت في وقتك، ده كان هيطلب لنا البوليس بجد. يا جماعه انا خايفه قوي، انا بطحت الفنانه هند صبري في دماغها. لا ما تخافيش يا شيرين، هي ما ماتتش، انا شفتها بس يا حرام بتترعش كده شويه. يبقى اكيد دي رعشه الموت. الف بعد الشر عليها، انا بحبها قوي. مين هيكمل الجزيره الجزء الثالث؟ قتله، كلنا بقينا قتله. يا جماعه ما تكبروش الموضوع، دي خدت ازازه على دماغها، ما خدتش رصاصه يعني. سيبكم من الموضوع ده دلوقتي. ها لقيتوا حاجه في العربيه؟ بجد لقيتوا ايه؟ لقينا عدد جديد. عدد جديد؟ طب ممكن ابص عليه بصه؟ لا يا جماعه ليه لا؟ ده احنا كلنا في مركب واحد، ده انا لسه مخلصكم من عند الراجل وانا حطير. خلاص فكني الاول. ما هو المفتاح في جيبي اصله والمكان ضيق مش عارف اجيبه. ابص عليه بصه واحده بس. خلاص بقى خليه يبص. طب اديها له. انجز. بصه واحده. بصه واحده. يلا فكنا بقى. يلا يا ضحي فكنا بقى يا ضحي. ضحي يلا فكنا. يلا يا ضحي فكنا. الله هتضربها طلقه تتفك، انا بحب الحاجات دي. يلا اضرب. بص على رجلك يا انت. لا استنى استنى، تعرف برصاصه واحده تفكنا احنا الاثنين؟ ليه وانتوا فاكرين نفسكم التوأمان؟ هنجل اقف على جنب. وقف ليه؟ انت مزنوق؟ لا بس هزنوق. انزل هذا التهوه. انزل بقولك. مش هنزل. يا سلام. قال يعني كده هتسد الرصاصه؟ انزل انا بقول لك. طبعا انتوا فاكرين ان انا هخلص عليكم، بس انا مش هخلص عليكم، مع اني اقدر اخلص عليكم، بس هسيبكم هنا عشان تتعلموا حاجه. يا واطي يا سحلاب. عادي اتقالت لي قبل كده. نو واي. يا حيوان يا قذر يا حلوف. يا سلام حلوف. يا خنزير. وساعات بيقولوا لي يا كركدان. يا ب... حلوه دي ما اتقالتليش قبل كده. معلش معلش. بس انا قبل ما اسيبكم هنا لازم اقول لكم على حاجه. مش عايزين نعرفها، سيبنا وامشي. لا لازم اقول. مش عايزين نعرف. لا هقولها. طب قول. الخير. مش خير. حبيبي يا هاني معلش. الخير ممكن ينتصر في الأفلام، بس في المسلسلات الشر هو اللي بينتصر. يا رب تموت يا شيخ دمك سم. خبطت في ضهري. لا حبوس ايدك حبوس. لا اخبطك اخبطك مين؟ طب اخبطك بالمسدس. لا بايدك احسن. المسدس اجمل. ماشي خلصني. ايه يا هاني اوعى تضربه بالنار، علميا الطلقه ممكن تخترق وتيجي زي هنا. سيف يبقى اعمل كده. طيب خد منه المفاتيح.
اثبت اثبت. خليهم ينزلوا السلاح. نزلوا السلاح يا حنجل. وينزلوا البنطلونات. ونزلوا البنطلونات. وينزلوا نزلوا طعم شاي. استصرف. بتوجع صح؟ شفت بقى انت عملتها معايا كم مره؟ انا اسف يا دبي. انا خليهم يجوا هنا. تعالوا هنا بسرعه بسرعه. اسمعوا كلامي بصراحه. حلو هنا. لف لف. هتعمل ايه يا دبدوب؟ ايه؟ من النهارده انا ما اسميش هاني الدبدوب. امال اسمك ايه؟ اسمي هاني الدندوب. الدندوب ايه؟ انا عبد المأمور. ده ابو الدهب. ايه؟ ده الراجل الكبير. لا لا يا دندوب. ايه؟ لا اسكت بقى. لازم تعرف ان الخير بينتصر في الافلام وفي المسلسلات وفي السيت كوم كمان. خد السلاح ده ثبته. انا؟ ايوه امسك ما تخافش. هات المجلة. ارفع ايدك. مجلة. اثبت مكانك. ما تتحركش. اوعى تتحرك. اوعى تتحرك من مكانك. انتوا هتسيبونا لوحدنا. وضحكنا عليك وضحكنا عليك وكيكي في ايديك وضحكنا عليك. اوعى تتحرك. طب سيبولنا فلوس التاكس. معلش فلوس. باي باي يا ضحي. باي باي. انتوا هتظهروا تتفرجوا عليا. هرب منكم ازاي؟ هرب منكم ازاي؟ آه يا عسعوزتي ياني، كأني فايت عليا قطر من كل الله. كانت سفرية نايلة على وشكم، كسحتوني. وهو في حد قال لك يا خالتي انك تيجي معانا؟ ما احنا قلنا لك ما تجيش، وانت برضه اللي صممتي تيجي. ويا ريتك جيتي لوحدك، جيتي ومعاكي مصيبة. ونعرف منين يا فالحة ان هو ناوي اذيه؟ انا بس عايزه افهم ازاي انتوا الاتنين جيتوا من الغردقه. بصي يا حبيبتي، احنا بعد ما زوغنا من المحل واحنا لابسين العبايات وقفنا عربيه، افتكرونا خلايك. قلنا لهم هلا والله، نبغى نروح القاهره. راحوا جايبيننا على القاهره. انا بقى مديت ايدي في صدري واديتهم 50 جنيه بحالها. ما عجبهمش بمباكو معاي، ما سكتش، رحت مسيبة عليهم رجالة القهوة. وخدي عندك بقى فيني وجاعي. صباح، I'm a big fan. ايه دي بقى؟ حاجة وحشة ولا حاجة حلوة؟ لا دي حاجة حلوة، يعني ان انا معجبة بيكي جدا و I'm in love with طريقة كلامك. طب وماله يا حبيبتي؟ ما انا ليا معجبين كتير. هو انت اول واحدة؟ لا يا اختي انا مش قادره، انا جتتي بتوجعني ولازم انام. بقالي ليلتين ما نمتش، والخمره بايته في معدتي وعامله لي انتفاخ هتموتني. قومي يا ابله مين. تعالى يا حبيبتي لما ردعك وانيمك. ولا ما قصرتي. طيب يا اختي قومي اسندي عليا. هو انا يا اختي اللي سانده عليكي ولا انت اللي سانده عليا؟ انت اللي سانده عليا عشان عصعصتك. يا اختي صحيح افتكرت. شريهين، احنا هنعمل ايه بقى مع عم دهب ده؟ انا خايفه قوي، حاسه ان هو هيبعت لنا العصابه بتاعته يخطفونا ويضربونا ويعذبونا وياخدوا مننا العدد. لا لا ما تقلقيش، احنا اتفه من كده بكتير. يعني لو الراجل جالنا بطوله هنخاف منه ونديله العدد عادي. بقول لك ايه، انا اتفقت مع الواد هاني زبط مع اصحابه يامنوا لنا البيت ويامنوا لنا المنطقه كلها. اي حد غريب هيدخل الشارع هيسففوه التراب. هو انت ازاي واثقه قوي في هاني واصحابه كده ان هم جامدين وهيعرفوا يقفوا قدام عم دهب؟ انت ما تعرفيش اصحاب هاني، دي عيال خطر ويخربوا اي منطقه يخشوها. ده كفايه احمد فينو، سيد فطيره، علي عجينه. ايه كميه المعجنات اللي قلتيها دي؟ هم دول مجرمين ولا شغالين في فرن؟ يو يعني اللي مش ناقصه استظرافك ده، انا تعبانه وعايزه ادخل انام. طب ام سوري شريهان، ما تزعليش مني. يلا بقى مش هنحل كلمات المتقاطعه. مش قادره، بكره اول ما نصحى هنحلها. شريهان انت ازاي عايزه تنامي؟ مش هتتجنني؟ تعرفي فين الفلوس؟ يلا. Bye.
الكلمات المتقاطعة بتقول إن الحل في الصفحتين الناقصين. نيلي يا نيلي، أنت قدرتيني ودمتي. لقيتي فلوس؟ فين الفلوس؟ فلوس إيه؟ بقولك الكلمات المتقاطعة بتقول إن الحل في الصفحتين الناقصين. يعني إيه الحل في الصفحتين الناقصين؟ طب شوفي كده، ممكن يبقى في صفحتين مقطوعين جدو مخبيهم في حتة، هما دول المفروض نلاقيهم. مفيش ولا صفحة مقطوعة، والأرقام كمان كلها مظبوطة اهي. طب يعني ايه الصفحتين الناقصين؟ انا بحب جدو قوي، بس هو ليه بيعمل فينا كده؟ معرفش بقى، غاوي فرهدنا الراجل ده، وانا مبقتش فاهمة حاجة خلاص. امال مين اللي هيفهم؟ طيب يا سلام، العدد ده ليه ذكريات جميلة جدا جدا جدا. اصل جدكم بقى الله يرحمه لما كان يقعد يرسم العدد من دول كان يقعد يتسلطن كده، يشرب القهوة المانو بتاعته اللي هي العريحة ولا مظبوطة، والسيجار في ايده، يولع السيجار. السيجار ده لازم يكون كوبي. السيجار الكوبي طبعا معروف انه هو ملفوف على افخاد العزارة، السمر الحيارة، الشقر لا البدارة. انت كده هتفقع لنا المرارة، انجز. حاضر. العدد ده بصراحة دي ذكريات حلوة قوي قوي وجميلة، تحب احكيها لكم؟ كفاية ذكريات غريبة بقى يا عم بندق، ممكن تقول لنا ايه موضوع الصفحتين الناقصين؟ ها؟ صفحتين الناقصين، صفحتين، نشوف كده الرقم. صح، العدد ده 38 صفحة. أعداد ميكي كلها كانت بتبقى 42 صفحة، فعلا ده ناقصك. طب كده دول أربع صفحات مش اتنين. ما هي وش وده، يعني الصفحتين بأربع صفحات. طب هنلاقي فين الصفحتين دول؟ محلولة، ننزل سور الأزبكية وندور على نسخة تانية للعدد. ما ينفعش تنزلوا سور الأزبكية. ليه، شالوا السور؟ لا. شالوا الأزبكية؟ لا، أصل أقول لكم إيه، ما أنا قاعد من الصبح بقول لكم العدد ده أصله ليه ذكريات جميلة قوي قوي ومهمة، حبيت أحكيها لكم، أنتوا قلتوا لا ما تحكيش. ماشي احكيها لنا لو هتفيدنا، إنما تقعد تقول لي البدارة والعذارة وتقرفنا بصراحة حضرتك. أنا مش حاكي. خلاص يا شيرين اتفضل احكي يا عم بندق. العدد ده اتعمل ما بين الخريف وما بين الشتاء سنة 1982، كان رقم 1000، ما اتعملش منه غير نسختين اتنين بس. نسخة كانت مع جدكو الله يرحمه، النسخة التانية بقى كانت في دار النشر اللي بتطلع سلسلة ميكي. اوكي، فين بقى دار النشر دي؟ ايوه يا خالتي، انا عند عم بندق. في ايه؟ نهار اسود، برنامج؟ اما الان فمعانا معلومة حصرية، ولأول مرة يتم التعرف عن شخصية هؤلاء الذين قاموا بالاعتداء والشروع في قتل الفنانة هند صبري. من المعلومات اللي وصلت لنا كان واضح ان هما بنتين، نيلي مكاوي وشريهان مكاوي، واضح ان هما يا اما اخوات يا قرايب، الله اعلم. بس هما ما كانوش لوحدهم، كان معاهم شابين. لحد دلوقتي جاري البحث عن هويتهم ولم يتم الحصول على اي معلومه اخرى، لكن الشرطه بتحاول تستفسر اكتر وتعرف اكتر من شهود العيان. كان معاهم ايضا شخص خامس، وهو كان منتحل شخصيه ضابط، هو ايضا اللي ساعدهم على الهروب من موقع الحدث او الجريمه. خلينا مع بعض دلوقتي نشوف فيديو مصور بالصوت والصوره عن اللي حصل اليوم ده، والشرطه بتناشد كل اللي بيتفرجوا علينا لو تعرفوا على اي حد يلجأوا للشرطه مباشره. خلينا نشوف مع بعض. اللي هيقرب مني قسما بالله هشق الازازه دي في دماغه، وانا اللي هيقرب مني هتجيب البوكس اخليه صابونه لوكس. يا سلام يا سلام، فينك مكاوي دلوقتي؟ تيجي تشوف اولادك واحفادك دول هما كنت تفتكر بيهم بحق وحقيقي. خش بسرعه، في حد قاطركوا؟ لا اطمن. كويس ان ايه ده؟ ايه اللي انتوا لابسينه ده؟ اصل احنا قلنا لهاني يجيب لنا لبس، فقررنا انا وشريهان نبدل عشان ما حدش يعرفنا، فكده انا مش نيلي وهي مش شريهان. لا فكره صايعه، دي فكره مين بقى الفكره الصايعه دي يا ترى؟ دي فكرتي، ماي ايديا. ماي ايديا، على فكره انتم معروفين جدا وصوركم ماليه التلفزيون. انت متخلف؟ طب ما تقفل التلفزيون يا ابني. بقول لك ايه صحيح؟
محدش في التلفزيون جاب سيرتي؟ انت فرحان؟ لا ما تقلقش، محدش جاب سيرتك ولا حد جاب سيرتي. بقولك ايه يا ضد، وهو احنا لو اتقفشنا هنعترف باساميكوا اول حاجه. بقولك يا معلم، احنا لازم نخلص منهم دلوقتي، نتويهم وكده كده محدش عارفنا. لو سمحتوا بقى كفايه هزار وشوفوا هنعمل ايه. بصوا انا فكرت انه ما ينفعش نقعد عندكم او نقعد عندي او نقعد حتى في المرسم عشان عم دهب، فقلت اجيبكم من المكان الجميل دوت. ايوه صحيح، هو ده بيت مين بقى؟ يا اهلا يا اهلا بالضيوف الاعزاء، اهلا اهلا. No way. ايه يا سيف، مش تقول لي في موزز كنت لبست غير تاني غير ده؟ مين العبيط ده؟ العبيط ده يبقى شريف صاحبي، وهو الوحيد اللي نقدر نعتمد عليه. صاحبك ايه ده؟ مذيع يا عم، انا شفته قبل كده. مش انت اعلامي؟ ايوه صح. هو شبهه، مش هو. خد راحتكم يا جماعه، البيت بيتكم. ها طب يا جماعه، احنا دلوقتي لازم نروح دار النشر عشان نجيب العدد. لا انتوا مش هينفع تنزلوا عشان وشكم معروف جدا. بقول لك انا هاخد هاني ونروح نجيب العدد في السريع. ايه يا سيف، انت مش شايف ان احنا متنكرين؟ انت مصدقه نفسك يا نيلي؟ ايوه انا شريهان جدا، صدقني. بقول لك ايه، تيجي نتنكر يا هاني؟ نتنكر، يلا بينا. غلسه قوي، تحفه، ما عارف تكون في خرب بيتكم. يلا يا عم يلا. سيف ايه انت هتسيبنا لوحدنا مع الكائن ده هنا؟ على فكره احنا بنتكلم عليك. سوري. اتفضل. ما تقلقيش منه خالص، ده صاحبي وامان، يعني ما فيش اي حاجه، كانك في بيتك. اعتبريه سيف. انت بتخافي مني؟ اعتبريه سيف، بس وانت قاعده بيمسكي حاجه حديد في ايدك تقيله عشان لو تهجم عليك. ايه بهزر معاك؟ انا هتصور معاك لما اجي. ماشي، هتصور معاك. عينيا عينيا. ايوه شريف، هتبقى مرات اخوك. عينيا في عينيا. نطلع نقعد فوق بقى، التكييفات فوق تحفه. ها يلا بنات. بس يا دي اهبل، انت اطلع فوق. ياه حاضر يا باشا، مؤاخذه. هتزيد محمد. برافو عليك يا شريهان. شريهان، هو البتاع دي انت ما غسلتيهاش بقالك قد ايه؟ انا هموت. لا هي بتاكلك، انا عارفه، هي بس تفضل تاكل في الراس شويه وبعد كده تتعودي عليها عادي. ما انت بتاعتك على فكره بتاكل فيها من بدري وانا ساكته. لا اوعي تقولي عليا كده. والله دي كلها سبان. كلها ايه؟ سبان بياكل هنا في دماغي. معقول انا اجيب باشا؟ حضرتك هنا لسه موجود من امبارح، ما روحتش؟ اصل انا في مرحله خطر قوي. والله يا فندم، والله بنتعلم التفاني من سعادتك، كان الله في عون سيادتك. بس ما تقلقش حضرتك، انا عارف انت مشغول بالقضيه دي قد ايه. انا وصلت لحاجه هتوصلنا للعصابه. قشطه 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 قشطه. يا فندم ممكن حضرتك تبص في الصوره دي؟ لازم دلوقتي؟ بعد اذن سعادتك. اتفضل. ايه مالها الصوره دي؟ الصوره دي اتاخدت النهارده لاحمد فهمي في مزاد علني بعد ما اشترى عدد نادر جدا لمجله ميكي ب 150 الف جنيه. اوه 150 الف جنيه، مش ملاحظ حاجه غريبه سعادتك؟ طبعا واضحه زي الشمس. اعملوا لي تحريات عن احمد فهمي، شوفوه جاب ال 150 الف جنيه دي منين، مع انه ما عملش حاجه السنه دي في رمضان. فلوس الاعلان يا معلم، واضحه زي الشمس. يا فندم بص ورا احمد فهمي. بص ورا ازاي يا ابني؟ ده في الصورة. نيلي وشريهان واقفين ورا احمد فهمي. نستشف من كده ان احمد فهمي هيعمل الفوازير السنة الجاية مع نيلي وشريهان. برافو عليك يا احمد، انت حسك الامني تطور جدا والفني كمان. برافو 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 يا فندم. نيلي وشريهان بتوع العصابة مش بتوع الفوازير. ايوه ايوه واضحة، بس هو وصله في أول الكادر وحضوره قوي واخد منهم الصورة يعني أنت عايز مني إيه بقى؟ إيه علاقتك بأحمد فهمي؟ عايز إيه؟ يا فندم أحمد فهمي شكله كده هو ضربتهم اللي جاية. ما هو ده اللي أنا بحاول أوصله لك من الأول وأنت مش مركز معايا. مفيش أي تطور لا في الحس الفني ولا في الحس الأمني. يا أخي اتفضل اتفضل، أعطي مني الدور. ادينا جينا، هنعمل ايه بقى؟ انا عشان اخد قرار زي ده محتاجه مكان هادي عشان اقعد افكر فيه. ايه رايك اطلع السبا اعمل مساج؟ سبا ايه ونيلة ايه دلوقتي؟ خلينا نخلص.
شيرين انا مش مصدقه اصلا ان انا واقفه في اوتيل. الاماكن النظيفه وحشتني قوي. وانا كمان وحشتني قوي. اوعدك اول ما ناخد الفلوس هنبلبط كده في الاسبان. يا جماعه يا جماعه، احمد فاهم اهو. ازيك؟ اخبارك ايه؟ سنه طيبه. ولا يهمك خالص، ولا يهمك. اهلا، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ تمام الحمد لله. اوكي طبعا. سي طب هنعمل ايه؟ بص انا عندي فكره وربنا يسامحني عليها. انت هتاخدي شرهان وتروحوا الحفله ورا احمد فهمي، وانا هطلع انا وهاني فوق الاوضه بتاعته هنجيب العدد. طب انت هتعرف رقم اوضته منين؟ دي بقى سيبوها عليا انا. ايوه هتعمل ايه؟ مالكيش فيه بقى، انت بس اعملي اللي قالك عليه، خليكوا ورا احمد فهمي، واول لما تلاقوه طالع على الاوضه بتاعته كلمونا على طول. اوكي يلا. احنا هنعمل ايه؟ مالكش فيه بقى. ايوه ايه اللي ماليش فيه؟ قول لي هتعمل ايه عشان هنرتجل. طب يلا نرتجل. ماشي بس خليك معايا. ايوه انا هروح فين؟ ما انا تجاريني في اللي انا هعمله. ماشي اخلص. انت هتسرق ورد؟ على فكره هاني ده ورد مش بطاطا، على ورقه الكريون دي. الله بالخير. اهلا وسهلا يا فندم. حياك الله. اهلا وسهلا. أبي أعرف غرفة الفنان أحمد فهمي. وأنا أبي فوق الشجرة. لا تؤاخذه، يعشق الكوميديا، نسميه عندنا الخليج كوميدي. هو في الدور 23 غرفة رقم خير يا فندم؟ لا كنت هتقول رقم كام؟ رقم أيوة بس أنا كنت عايز أتشرف بحضرتك. تتشرف بينا. أني إلا أني اسمها أني. أنا أنا الأمير محمود سليمان، أمير نزلة السمان، وهذا شيخ العرب همام. ايوه لما تقول له ايه طب بص دي ايوتش معنى هديه من امنا الشيخه نعسانه، نبي نعطي هذه الورود النادره الوجود للفنان احمد فهمي. وهي فين يا فندم؟ هي معاكوا هنا؟ يقول لك الاميره نعسانه. نعسانه كيف تسوي نعسان؟ طيب ما فيش مشكله، هيكسبها لنا واحنا هنوصلها. نسيب الورود هنا يصير هذا؟ والله ما يصير هالكلام. ما يصير هالحكي. ما يصير تبوظوها، هذه ورود رقيقه تحتاج معامله. طيب هستاذنكم بس اسال المدير واجي ارد عليكم. خويي تشيك مع المدير. تشيك هيا. ايه رايك؟ ايه رايي ايه خيو؟ انت بتقول ايه؟ ده مش خليجي. ده خليجي 100%. احنا ما بنقولش خليجي، ما تكذبش على ده. خليجي والله يا ابني، انا 7 سنين في جامعه الدول بلقط الخلايجه واقعد اتكلم معاهم ودي ودي ودي. انت بتلقط ناس كتير فبتقول كله مع بعضه فخفخينا. طيب ما احنا كنا بنقعد عند فرغالي بشوفهم هناك. انا اسف جدا يا سمو الامير، مش هقدر اديك رقم غرفه الاستاذ احمد فهمي. كافي ما تسوي رقم احمد، عايز ابقى الحقيقه. نعم المدير قال لك مو يصير. الحقيقه قال مو يصير. هو المدير خليجي حبيبي؟ أكيد ما قال لك موسى. كيف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا هي السلام كما ترى. كان يا مكان، يا سعد يا إكرام، معك الأمير فلان ابن علان. لا ده أمير في ألف ليلة وليلة. لا، في مملكة كليلة ودمنة. ابن الأميرة ندمانة بنت علانة. ندمانة بعد ما جابتك طبعاً. ندمانة من ساعة ما اتزوجت أبي. وخليك في حالك. معي ورود من أجود وأنظر أنواع الورود والزهور، أبي أن أعطيها للفنان أحمد فهمي. خويي المدير قال مو يصير. ليش ما يصير؟ مو يصير. وبعدين إحنا جايين الأول. شنو جيت الأول؟ أنا جاي بعدك وأخش قبلك. كيفتش؟ كيفك؟ يا أخي أرحمكم الله. كيفك؟ أعدي يا أخي، خد علاج. أعدي مو ينفع يومه يصير وإحنا جايين الأول وبعد عننا يا قاطع الطريق يا وجه الكنجرو. أنا وجه الكنجرو؟ إي نعم. وتضرب الكرش؟ نعم. هذه إهانة ما يمحوها إلا الدم. إلا الدم؟ نعم الدم. وين؟ خسلحك. وينه؟ خسلحك. العزة لنا ولا عزة لك. والسبب يا يا جماعة يا جماعة من فضلكم اتخانقوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعارك. وايش دخلك انت؟ طب معلش اتعاركوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعاتب. نعم. طيب معلش اتعاتبوا على جنب شوية من فضلكم. نتعاتب على جنب، نتعاتب. تعالوا نتعاتب خلف الجبل. هيا بنا خلف الجبل. هيا بنا. أين الجوال؟ منك لله يا شيخ، بوظت لنا المصلحة. مبسوط دلوقتي عم ضحي؟ ضحي؟ انت ايش عرفك ان انا ضاحي؟
يا سلام يا اخويا. انت حويط انت قوي يعني يا ابني. ما انت زي ما انت، شنبك هو هو وشعرك هو هو وادائك هو هو، البورسعيدي زي الخليجي. لا ما شفتنيش في الصعيدي والحجاله اجنن. ما شفناش يا سيدي. بصوا بقى من الاخر، انا عارف ان انتوا جايين عشان خاطر العدد، وانا كمان جاي برضو عشان خاطر العدد، فناخد العدد وبعد كده نتصافى. طيب وانت هتعرف رقم الاوضه منين؟ دي شغلانه انا ولا مؤاخذه؟ طب ولا مؤاخذه، احنا ايش ضمننا اللي الكلام اللي انت بتقوله؟ يعني لما نجيب العدد مش تاخده مننا زي كل مره؟ هادئ، خلاص خشوا انتوا الاوضه وجيبوا العدد وخلوه معاكم، وبعد كده هيبقى يحلها ربنا. طيب ماشي، ممكن نتكلم خليجي شويه عشان ما نتفقس؟ عشان انا حاسس ان احنا من سينا مش من الخليج. خلاص نغني اغنيه خليجي لحسين الجسمي. اما براوة براوة اما براوة دور حبيبي طراوة اخر طراوة. قلت حبيبي ملانة عطشانة يانا. الفراشة البيئة دي، ده لو كان الواد هاني هنا كان زين العيد ميلاد ده حلاوة. والنبي يا شيرين اسكتي انتي وهاني بتاعك ده. الواد وانا بكتفه ايديه اتحشرت في زوري. وانت اللي كنت عمال تعضني؟ يخرب بيتك، هو انت؟ معلش معلش، بس الحمد لله لبس الواد قضانا احنا الثلاثه. عملنا كوي بيست. شيرين. عم دهب قاعد هناك. فين؟ اهو هناك اهو. هاري سويت. طب اتضايق بقى لحسن يعرفنا. ايه اللي جابه ده؟ بصوا بقى، ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس اللي نازله فيها. ثانية واحدة معلش. المدام. ده وقته ده، ده وقته. الو. ها شوش. اياد يا هاني، بقول لك ايه، خلي بالك عشان عم دهب هنا. ما انا عارف، ما هو ضاحي معانا. ضاحي؟ ضاحي بيعمل معاكوا ايه؟ الله يخرب بيتك. ما تقلقيش، على فكره الواد ده طلع محترم وغلبان وعمال يساعدنا من الصبح. اياد ما هو كل مره بيقولوا كده. اياد ما تقلقيش، المره دي امان. يا هاني اسمعني، يا هاني ما ينفعش تعمل كده. شفتي بقى هاني اللي انت فرحانه بيه؟ استني بقى دلوقتي يا نيلي. بقولك ايه؟ هو البوفيه هنا اوبن ولا علب؟ علب يعني ايه؟ بوكسس بوكسس. انا اتغيرت انا اتغيرت. بصوا بقى، ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس. لا مؤاخذه تليفون. عايزين نخلص بقى. الو. بقولك ايه، خلي بالك نيلي وشريان هنا. ما انا عارف، ما هو هاني وسيف معايا. حاج بيعملوا ايه متخلف انت؟ ما تقلقش ابو الدهب بيه، كله تحت السيطره. سيطرت ايه وباب ايه بس؟ الله يخرب بيت مخك. وخلاص بقى يا ابو الدهب بيه. الله، هو كل شويه شتيمه شتيمه، مفيش حد ولا سكريه. مع السلامه ابو الدهب بيه، عشان هخش الحمام. لا مؤاخذه يعني مزنوق. مع السلامه مع السلامه. يا ساتر. قال لك خلي بالك من هاني وسيف. بصوا بقى، ادي كشف. شتمك قال لك ايه؟ قال يا متخلف. طب عادي يا عم. بصوا بقى، ادي كشف بارقام الغرف. ما خلاص يا سيدي عرفنا. طب ادي الماستر كي اهو. ماشي ماشي. الأوضة رقمها 2305. طيب ده بقى أنا أخربش الكارت، يطلع لي رقم أدخله على الباب يفتح؟ دخله على الباب إيه ويفتح إيه؟ يا ابني أنت بتقول ده المفتاح. افتح يا جماعة أنتوا هتروشوا. يا ابني ده المفتاح الممغنط. الإيه؟ ممغنط. طب خليه معاك أنت. في إيه ده ممغنط؟ ما أنت عيل ممغنط، فخليه معاك أنت أحسن. يا جماعة ما تمغنطوناش بقى. خشوا أنتوا الأوضة، سلكوا العدد، وأنا هقف لكم بره. أنا دورجي، لو حد جه هخبط وأجري. إيه المعيلة دي؟ إيه ده؟
انت وانت صغير كنت تطلع عماره وتقوم مخبط على الباب ده وتجري تجري تخبط على الباب التاني وتجري والجيران يطلعوا يفكروا ان هم اللي خبطوا على بعض. انت كنت بتعمل كده؟ ايوه صح. وكنت برمي بومب على راس الناس بعيد. انا كنت اتف عليهم. والله العظيم انت كنت بتعمل كده برضه، تخبط وتجري. لا انا كنت بروح مع اصحابي اروح ارن الجرس صحابي يجروا وانا ما بلحقش اجري بقى. كنت انت اللي بتلبسها. ايوه كنت بروح موجوع بس مبسوط. موجوع بس مبسوط؟ مش بقولك علم مغمض صدقتني. ما هو صاحبك انت وصاحب انا. يلا بقى خش وسلكوا العدد بسرعه. ماشي. بقولك ايه، وانت صغير كنت بتجيب سلك المواعين تولع فيه وتعمل كده اهو. ايوه واجيب بوسمان صلب كده واجرح بيه عربيات الناس كده. كنت موزي. ايوه مجرم. خلاص بقى خشوا بقى يلا سلكوا العدد بسرعه قبل ما نتكشف. يلا عارف انا يعني وانا صغير كان لي واد صاحبي بيجيب بيرسول ويجيب ولاعة كده يطلع نار جامدة جدا اقسم بالله بجد وحياة ربنا. ده واد رهيب لا اله الا الله. ايه ده فتح فعلا الباب؟ ايوه فتح الباب. بقولك انا الكارت ده يلزمني. هتعمل بيه ايه يعني؟ اصلا لما بتاخر ابويا بيقفل الباب وانا بسوح. فهتاخد ده عشان يفتح باب بيتكو الحديد ابو جنزير يعني ده هيفتحه؟ بالظبط. خده يعني. ليه خالص؟ خده ليك خالص. على فكره انا في عيد ميلادك هجيب لك هديه. لا مش معنى انا جبت لك هديه تقوم انت جايب لي هديه، ده شغل بقى بتاع عيال صغيره. عشان ما تفتكرش ان انا عيل تنح ولا حاجه. انت اخويا يالا. تعالى بس. اوبا. شفت يا عم احمد فهمي قاعد فين؟ اوضه الاجه. الواحد بقى ايه يدور وهو رايق. بالظبط. يلا ندور. يلا بينا. انت يا عم بتعمل ايه؟ في ايه؟ بتعمل ايه؟ ما هو لازم لما ندور نقلب الاوضه كده. صح. ايوه عشان احنا نلاقي الحاجه. صح. امال هنلاقيها ازاي؟ بالظبط. استنى اشوف الشنطه دي فيها ايه. عشان نحس ان احنا بندور لازم نعكش الحاجات كده. ماشي عندك حق. انت بتعمل ايه؟ اقيسه يا رب يطلع على قد يا رب. على قد. ايه ده تصدق حلو عليك؟ بكتاب الله. خده. الله والله انت واد جدع. خد ده بقى اديه لخالك محسن. ايه ده؟ هيبقى عسل فيه. لا خلي محسن برضه هلبس اخضر. طب خد ده اديه لمحسن. الاصفر حلو. انا عارف دماغكو. بس انت تعرف خلي محسن منين؟ إيه؟ مش انت حكيت لي عنه كتير؟ انا بنسى اصلا معلش. شيل دول هنا ودول هنا فكرني بيهم. ماشي. ايه ده؟ ايه ده هو مش احمد فهمي ده بتاع سمير وشهير وبهير؟ هو. امال ايه ده؟ هو ده تلاقيه بتاعهم هما التلاته. ايوه هما التلاته عشان كوميديين. ايوه صح. ممكن تلاقيهم بيعملوا بيه فقره او حاجه. اوه يلبسوها او تعالى. او ده بتاع شيكو بس على فكره. ايوه العسل ده. ايوه هاتوا نساوموا عليه ده. ولا هاني. ايه بص ده بقى يكبرك في الشتاء. قيسوا كده. حلو. مفيش تيشيرتات بقى كده عليها؟ هو احمد فهمي بيشتغل في بورسعيد. ليه معاه؟ ايه ده معاه باله في قلب الشنطه بس حاجات حلوه. أنا شاكر لمستر شاكر على دعوتنا النهاردة وبشكره أكتر لأنه وثق فيا ومضاني برنامج في قناته الجديدة. والله العظيم والله العظيم ده أكتر راجل خير شفته في حياتي. استغفر الله العظيم يا رب. مفيش محتاج خبط على بابه ورجع مكسور الخاطر. مفيش زميلة أو فنانة نزلت من شقته مش واخدة حقها وزيادة. وده اللي شجعني عشان امضي معاه برنامجي الجديد. وعلى فكره اللي هيقدم معايا البرنامج ده مستر شادي شاكر. احنا يمكن استقرينا على اسم مبدئي للبرنامج وهو انا وشادي اتربينا سوا لعبنا على الحبل وركبنا الهوا.
البرنامج ده ممكن الناس تقول مستر شادي بيقدمه معايا كمحسوبية أو واسطة عشان ابن صاحب القناة. أنا بقول لكم لا خالص، والله العظيم، والله العظيم كمان مرة، لا واسطة ولا محسوبية. استغفر الله العظيم يا رب على الحفنات الكذب دي. كان في أسامي كبيرة جدا مرشحة إنها تقدم معايا البرنامج، زي أستاذ وائل الإبراشي، أستاذ معتز الدمرداش، أستاذ جابر القرموطي، أستاذ توفيق عكاشة. أظن بعد الأسامي دي كلها عرفنا ليه اخترنا مستر شادي. خلاص هقفل إيدي. حاضر يا باشا، حاضر، خدامك، هجيبها من الأوضة بسرعة بس وأجي. الحقيقة شرهين ده هيطلع الأوضة. طب تفتكر جوز الخيل اللي معانا دول خلصوا اللي بيعملوه ولا لسه؟ أكيد لو كانوا خلصوا كان سيف هيكلمني. يا مصيبتي يا خرابي، الهم مكبب على بابي. وبابي أنا كمان. هنعمل إيه؟ مش عارفة، بس ده ما ينفعش يطلع، لازم نثبته هنا. أنا هتصرف، تعالي. أحمد فهمي. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ممكن ناخد من وقتك بس 5 minutes؟ معلش انا لازم اطلع الاوضه بسرعه عشان اجيب حاجه وهنزل على طول. لا لا ده هم 5 دقايق، مش ناخد من وقتك كتير. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ في حد مضايقك يا فنان؟ في ايه؟ انتوا معاكم دعوات؟ ها انت ازاي بتكلمنا كده؟ انت مش عارف احنا مين؟ انتوا مين اصلا؟ احنا الفهماويين. فهمة ايه؟ الفهماويه. يعني رابطه محبي احمد فهمي. بجد؟ هو انا في حد اصلا بيحبني؟ ايوه طبعا، انت عندك فانز كتير جدا. احنا عاملين لك بيج على فيسبوك فيها انا وبنت خالتي ولايك 3 كمان اصحابنا. لا لا ونسيتي شهاب وعلي ولاد طنط اعتزال بيحبوك. شهاب وعلي؟ طب امسك انت، اخلع خلاص. مش مشكله، انا جيت في وقت مش مناسب. اتفضل اتفضل. امروني خير حضرتك؟ انا اختي صوتها حلو قوي ونفسي تسمعها. اه طب انا هطلع بس بسرعه اجيب حاجه وهنزل. اعملي فكره تسول تسول. سعاده البي، على فكره عايز اقول لك على حاجه. انا بغسل الكلى وكان عندي جلسه النهارده وما رحتهاش عشان اسمعك صوت اختي اللي فيها شبه من غدا عبد الرازق دي. لو سمعتها وهي بتغني اغنيه بونسواري مش هتندم صدقني. طب 5 دقايق وهنزل اسمعها والله العظيم. انا مش ضامنه اعيش الخمس دقايق دول يا بيه. ما تعيطيش يا غيضه. لا حول ولا قوه الا بالله. حس بقى ان الموضوع انساني، انا هخليك تغني. هتطلعي دلوقتي حالا تركبي مسرح وتغني، بس على شرط واحد بس، تقولي ان انا جايبك هديه لابن صاحب القناه. انا مصدومه فيك، انت ازاي مش طيب؟ مش زي ما بتطلع في التمثيل والانترفيوز. امال ايه، بكره لما تخش الشغلانه هتعرفي انها ماشيه كده. اجهزها حلو على مقدمك. لا حول ولا قوه الا بالله. شفتي بيعمل ازاي يا نيل؟ خلاص مش مهم، المهم انه مش هيطلع الاوضه. احنا بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالي. مش لاقي أي حاجة، وأنت هتفضل نايم كده سيبني أدور لوحدي؟ مالك يا سيف متعصب ليه؟ متعصب عشان إحنا في الدور الـ 23 وأنا عندي فوبيا أماكن مرتفعة. الله يقطعك ويقطع فوبيتك، فوبيا أماكن مرتفعة وأماكن منخفضة وأماكن سياحية، كل حاجة فوبيا. ممكن تبطل كسل وتقوم تدور معايا؟ مش كسل يا ابني، مش كسل، هو السرير بيسحب كده وبيخليك مش عايز تعمل اي حاجه. يا سلام، يعني السرير بيسحب، يعني انا لو جيت جنبك دلوقتي. يا نعيم بجد مش قادر، انت مريح قوي يا هاني. جامد صح؟ جامد جدا. لسه بقى هظبطك دلوقتي. هتظبطني ازاي؟ هنطلب 2 مساج يمغنطوك. انت متخلف يعني، واحنا معانا فلوس للمساج يا ابني؟ ما هو الحساب على صاحب الاوضه. ايوه صح. طيب افترض طلع عندي فوبيا من المساج. ممكن ما يبقاش عندك. وممكن يبقى عندي. وممكن ما يبقاش عندك. جمد قلبك، النور هيعمي عينيك، مفتاح باب الاوضه قصادك مد ايديك. يا عم اخلص بقى، انا عندي فكره. ايه؟ طالما احنا مش هندفع فلوس واي حاجه لينا، احنا نجيب اكل. انا بقالي كتير قوي ما اكلتش وجعان قوي، وكل الاكل اللي بناكله معفن قوي. ماشي، بس ممكن يكون عندك فوبيا من الاكل، يعني ممكن يكون عندك فوبيا من الخضار مثلا. لا لا انا ما عنديش فوبيا من الخضار، انا عندي فوبيا من حاجه واحده في الخضار. ايه هي؟ القتة يا هاني. مين يا ابني ما عندوش فوبيا من القتة؟ اطمن يا سيف، انت انسان كويس. انا محضر لكم مفاجاه، الفرقه اللي جايه تغني دلوقتي حالا جايه مخصوص، والله العظيم، والله العظيم كمان مرة، أنا معطلهم عن التور بتاعهم في أمريكا. استغفر الله العظيم.
كل ده عشان عيون شادي. في حتت فين؟ لا مش هحرق لك، اقلع وانزل. اقلع ايه؟ احمد فهمي جه. اللي جابه ده؟ اللي جابه احنا في السويد بتاعه. طب روح الهيل. عليه سعد. قدم له حاجه، اتكلم عليه. قدم له ايه؟ نايل على عينك، انا اتصرف. روح روح. انا قتلت ناس كتير قوي في الشغلانه دي. هاني انت الدم بقى عندك رخيص يا سيف. والعمل هنعمل ايه في الجثه؟ لازم نخفيها طبعا. بقول لك ايه، روح هات لي الترولي. عايز الترولي يا حلولي. بسرعه بسرعه يا سيف بسرعه. لا الحق خد لي غطس عقبال لما يجي. زفت هاني. سيف رد عليكي؟ لا برضو موبايله مقفول. طب جربي تاني كده. ما بيردش برضو من البردة. مش هينفع نفضل واقفين كده. تاكسي. يلا اركبي.
عملت ايه؟ كله تمام يا ابو الدهب. ايه؟ جاد عادة ضاح. لا كمان وسوحت لك العيال ودخلتهم لك اوضه تانية. خلاص ما انا قلت لك جدع يا ضاح. ايه يعني انزلك شجر بجر ايدي؟ لا يعني ما اقصدش يا ابو الدهب ايه، بس الحكايه دي يعني عايز لها حسابات تانية. اه طبعا انا عناية ليك يا ضاح. غريبه انت وافقت كده على طول يا ابو الدهب. ايه يا ابني انت حبيبي، بقول لك انت حبيبي. وبعدين يعني هو الكلام بفلوس؟ دور يلا اطلع. الان والله اطلع. حاضر حاضر يا ابو الدهب. ايه ما تنساش بقى وانت ماشي تناول العربيه بنزين وحاسبك بكره. ها حاسبني بكره والنبي ابو الدهب. بيه الله يخليك. ما عمري كلت عليك حاجه قد. لا ابدا. طيب اطلع. ابدا حاضر بكاملة المصاريف. هما دول يا فندم اللي خطفوه، ولما رجعنا الشرايط لقيناهم واقفين في ريسبشن مع البنتين دول. هما دول نيلي وشيرهان اللي انا بدور عليهم، واكيد الولدين اللي معاهم دول هاني وسيف اللي صباح قالت لي عليهم. ومين دول يا فندم؟ دي عصابه كبيره تستهدف النجوم، بس نهايتهم هتبقى على ايدي ان شاء الله. انا محتاج اروح الاوضه عشان اشوفها بنفسي. تقدر تتفضل يا فندم. ايه الاخبار؟ تمام يا فندم شغالين. هو المجنى عليه اختفى من امتى؟ ما نعرفش حضرتك، الهاوس كيمنج طلع بنص ساعه. لا الاوضه زي ما حضرتك شايفها كده بالظبط. ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي سايب تليفونه مفتوح واحنا بنشتغل يا اساتذه؟ مفيش يا فندم، كل تليفوناتنا مقفوله. امال ايه اللي انا سامعه ده؟ الو؟ لا انا مش هاني. هاني مين؟ انا لقيت التليفون ده في الشارع. ايوه انا اسمي سميده. لا احنا ما ناخدش حاجه حرام، قولوا لنا انتوا فين واحنا نجيبهم لكم لحد عندكم. ايوه امال قول العنوان. عارف. ايوه على اليمين. ايوه عارفه. مع السلامة. ده يا جماعة مش قادر استحمل. ايه ده هير سويس؟ ايه اللي انتوا شايلينه ده؟ بقول لكم ايه؟ احنا قلبنا الأوضة على العدد ما لقيناهوش، قلنا نجيبه بنفسه يقول لنا بقى فين العدد. هو مين ده؟ احنا لسه سايبينه في الأوتيل. سايبينه في الأوتيل؟ يا نهار اسود، امال مين ده؟ يعني هو طلع بدورين ولا ايه؟ هاي حرام عليكم حرام عليكم، سيبوا نعيش. عيش فينو؟ بطلوا ضرب فيا. جدول ضرب ولا جدول حصص؟ تن 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 تن. ده الخليل كوميدي. طبعا انا الفانز بتوعك. شكرا ميرسي. هيسيبوه على عيب. خليل كوميدي واكل الجو. الجو بيضحك اكتر من عسل. عسل عسل وطحين. جماعه معلش، هو ايه البتاع ده؟ ده الخليل كوميدي مشهور جدا، مش عارف ليه. وايه اللي خلاكوا تختفوا الخليل ده؟ ما هو ده اللي كان موجود في الاوضه. يا جماعة دي قطي أنا، قطي ولا قطتي؟ تن 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 تن. الحمد لله. يا جماعة في مصيبة كبيرة، الراجل ده عارف شكلنا، لو سبناه هيبلغ عننا، لو قعدناه هيشلنا ويطلع عين أهلنا. لا لا ده احنا هنسهر للصبح، ده هيضحكنا هيضحكنا. أنا ممكن أضحكوا أقول لكم فوازير. يلا. ممكن أقول لك فزورة. حلوة يا صغيرة. ها عارف إن حلتها؟ خدت وزتها. حبيبي قولي ليه الدكتور بيدي للمريض بينج؟ تخيل معايا ليه؟ ليه خلو؟ عشان الدكتور ما عندوش بينج بونج، بينج بونج وبلياردو. تن 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 تن. مش قادر. عسل عسل. بقول لك نكته حلوه كمان. بصي مره واحد اشترى قلمين، واحد يكتب بي والتاني يكتب سي. تن تن تن. اي خليل. اي قلبي قلبي. اي ليه قتلنا الخليل؟ علشان دمه تقيل. تترارارا تتت كده. قتلتوا البسمة، قتلتوا الضحك، أنا بحبه جدا. بس بقى متقلقوش متقلقوش، أنا هكلم حد دلوقتي يخلصني من جثته. إيه ده؟ الموبايل فين؟ تليفونك وقع منك في الشارع يا هلهطة، وفي راجل قال إنه هيجيبهولي ما تقلقش. شارع إيه؟ أنا نسيت التليفون في الأوتيل. إيه؟
امال مين الراجل ده وقال لي كده ليه؟ يخرب بيتك دول اكيد البوليس. حارس سويت بوليس؟ انت قلت له هيقابلك فين؟ قلت لهم العنوان وزمانهم جايين على هنا. طب يلا نهرب بسرعه. لا لا نهرب ايه يا جماعه؟ مش هسيب الخليل كوميدي. حبيتيه صح؟ حبيته قوي. ايوه شفته بيضحك والله. خلوني معاه. خلوني. يلا بسرعه. خرافي على وشي. اجري. لو حد سألك ها قولي له ان خالتي ماشي. من عينيا يا روحي. لا بالراحة عليا. ايه دي والنبي هو هاني ما وصلكيش عليا ولا ايه؟ ها بالراحة عليا ده انا متلصق. اتفضلي اتفضلي. حاضر كده؟ اه اتفضلي. يخرب بيتك يا هاني. خشي خشي. طلعي لنا البريلو وحمري لنا الناجتس ماشي؟ انت واضح عليك ان انت شقي قوي. لا ده فيها همبرجر لسه انا هبهدلك. يا لهوي مين ده؟ والمصحف ما اعرف مين ده؟ بقول لك ايه؟ انت كم واحد بقى يا اخويا على كده؟ عرفني اهو من الاول. يا ست انا لوحدي بس. انا ده جثه وانا اللي قدامك. انا ما اعرفش مين ده. لا لا يا عيني هاني ما اتفقش معايا على كده خالص. ولا اتفق معايا على كده انا كمان. اه افتح لي بقى الجروب يا اخويا. مين؟ بوليس. نهار اسود. نهار اسود. اختفي هنا اختفي هنا. بوليس. حاضر حاضر. بقول لك بوليس يا نهار اسود. ايوه افتح. انت مش مصدقني. ماشي يا باشا مصدق. بوليس. ماشي يا فندم اهلا وسهلا. افتح. معلش يا فندم بس بغير بس انا اسف مش هينفع. انا بوليس اشوف كل الغيارات. يا فندم معلش بس مش هينفع بغير. فين نيلي وشريهان؟ مين نيلي وشريهان دول؟ بتوع الفوازير. ما تتفرجش على فوازير؟ لا يا فندم معرفش. طب فين هاني وسيف؟ ايه الاسامي دي؟ انا شريف يا فندم معرفش مين دول. افتح بقى ما تتعبناش. مع سعادتك اذن يابا بس بعد اذنك. اه انت باين عليك متعلم وهترغي كتير. آه. هتتعبنا. ايوه اتفضل. ده مني مطعم يا فندم. حبيبي اطلب سندوتشات وجبات اللي انت عايزه. حبيبي اتفضل ربنا يخليك. سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا. ايه ده؟ مين ده؟ ومين دي؟ حضرتك ده والله العظيم ما اعرفه. دي انا لسه هموت واتعرف عليها بس حضرتك ما ادتناش فرصه. اه دي اللي انت سايبني بقى واقف على الباب وقاعد تغير علشانها. انا ما لحقتش يا فندم احنا واقفين بقدومنا اهو. ايه ده؟ ده الخليل كوميدي. طب اتفضلوا معايا. طب بعد اذنك هتفضل معاك بس ممكن اطلع انا بس ربع ساعه وانزل لك على طول. ربع ساعه؟ يا فندم حضرتك فهمت غلط. ده بس هو السلم اللي طويل. انا هطلع ابوسها وانزل على طول بس بعد اذنك انا تعبان. اخس عليك ده انا كنت هاخدك مثل اعلى ليا. طب عشان السلم ده انا هسيب لك ده واخد دي. لا يا فندم ماليش في الكوميدي والله العظيم. تسيب لي ده ليه؟ اي اي انا خله خله في الملافله. تن ترارارن تن تن. ممكن كفايه شرب بقى وطلبات عشان معناش فلوس. لو طلبنا سكر مش هندفع. اطلبوا يا جماعه اللي انتوا عايزينه. فيها عم سيف نبقى نجري ما فيهاش حاجه. ملك يا نيلي ما خلاص خلصنا. انا عمري ما هسامحك يا شريهان. حتى لو لقينا الفلوس وكل ده اتمسح من حياتنا I will never forgive you. ليه تخليني شكلي كده زي المقشطين من الشارع؟ مقشطين ايه بس؟ قسما بالله شكلك بالعبايه السمر سكسي بكتير عن شكلك العادي. والله شكلك يلوح المول كده. ده انا خايفه الواد هاني يبصلك. حلو تيدي شكلها بتبيع دره. اسم الله عليك يا عم هاري بوتر. اقسم بالله يا ست الكل انت لو فتحت البلوتوث دلوقتي هتلاقي الشغل كده. اخرس انت يا هاني خالص. انت السبب في كل اللي احنا فيه ده. رايح تجيب لنفسك بدله وسيجار ب 800 جنيه واحنا الثلاثه جايب لنا لبس ب 100 جنيه. على فكره البدله دي ب 50 جنيه. الراجل قال لي السيجار عليه عرض ب 750 فما قدرتش اقاوم العرض. انت تعرف تشربه اصلا؟ اشربه ايه هو مش استحلاب؟ بس بقى يا هاني بس عشان مستقبلنا ضاع. وشريف زمانه اتحبس. والمجله مع عم دهب. بقول لكم ايه؟ ما تيجي نسلم نفسنا. نسلم نفسنا ازاي يعني؟ هو هنتحبس وكمان مش هناخد الفلوس. بقولك ايه؟ احنا نطلع على عم دهب في مكتبه وناخد المجلة. يا سلام. وعم دهب ده هيدينا المجلة بالسهل. يا بنت عم دهب ده لو شافنا هيودينا للبوليس على طول. اصلا كل المصايب اللي بتحصل لنا دي بسبب عم دهب. عصابة النجوم كما اطلق عليها في الشارع المصري. نيلي وشريهان واتباعهم. أتبعهم؟ هما ما قالوش أسامينا ليه؟ وإحنا مش قد المقام؟
ها ايه الصوره اللي حاطينها لي دي؟ انا عندي صور احلى من كده بكتير. صوره تقرف الكلب. صدقي بقى لو كانوا حطوا صورتك بالعبايه كانت تبهرك كده تبهرك. شيرين انت بتتكلمي كده ليه؟ مش عارفه، هو انا لما البس العبايه غصب عني بتكلم كده وتلاقيني بعمل كده؟ اوكي. من اخطر واعتى المجرمون وتبحث عنهم الشرطه بضراوه. وضعت مكافاه لكل من يعثر عليهم او يدلي بمعلومه عنهم، وقدرها 50,000 جنيها مصريين. ايه ده بدوبي؟ الخمسين حلوة؟ لا لا يا جماعة، في ايه؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ انا لا يمكن ابلغ عنكم ابدا. تبلغ عنك؟ يبقى انت حاطط في دماغك اللي انت تبلغ. لا لا، انتوا اللي دماغكم قذرة على فكرة. هو 50,000 علينا كلنا ولا على الراس الواحدة 50,000؟ شفتوا؟ مجرد سؤال على فكرة. خلونا دلوقتي نشوف بعض اللقاءات الحصرية مع ضحايا المجرمين. لا انا نجيت من الموت باعجوبه باعجوبه بجد، والبنات دول اول ما اتكلمت معاهم عرفت ان فيهم حاجه مش طبيعيه بجد. وانا احب اولا اشكر جمهوري العزيز طبعا اللي بيطمن عليا، واحب اوصل رساله للبنات دول. انتوا عايزين ايه من الفنانين؟ عايزين مننا ايه؟ عشان احنا الحيطه المايله يعني؟ عايزين نبطل نغني؟ عايزين نبطل نمثل؟ مش هنبطل نغني، مش هنبطل نمثل، لا مهما خوفتونا ومهما ارهبتونا مش هتكتموا صوتنا. ها ايه الاوفر ده؟ طب عليا الطلاق لخطفها. انا هقول لكم على اللي حصل بالظبط. انا شفت الموت بعينيا، كنت داخل الاوضه فجاه اغمى عليا، فجاه رحت لقيت العصابه، العصابه الخطيره. خطيره ولا فطيره؟ تن 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 تن. ومعانا دلوقتي لقاء مع والد احد افراد العصابه من داخل المحبس. وكمان بابي، انا من خلال برنامجكم بناشد بنتي، بنتي نيلي. والله وحشتيني قوي يا نيلي. لا بجد ريلي وحشتيني قوي يا نيلي. عايز اقول لك حاجه يا نيلي، سامحيني يا بنتي، بس واضح ان الميول العدوانيه تجاه الفنانين عندك من زمان قوي ومتاصله. افكرك؟ لا لا اسمحي لي افكرك نيلي، من فضلك ما تقاطعنيش. فاكره في حفله عيد ميلادك لما جبت لك الاستاذ سمير اسكندراني وولعتي له في الدوغلاس؟ ينفع وبيغني اغنيته الجميله نخلتين في العلالي يا بلحهم دوا؟ يا جماعة بابي فهم غلط، أنا ما عملتش كده، هو الراجل كان بيطفي معايا الشمع فلما وطى كده النار مسكت فيه. أيوة أكيد كان بيغني يا نخلتين في العلالي يا بلحهم، قام اتحرق وأبونا بلحهم. معرفش، مش فاكرة أنهي أغنية بالظبط. نيلي يا بنتي، الهرب لا يفيد، وأنا أحسن مثال قدامك. حاولت الهرب كتير وفي الآخر بتقفش. نيلي الجريمة لا تفيد. وحشتيني. يا جماعة يلا نمشي من هنا بسرعة، الناس ابتدت تشوفنا وتشك فينا. هنروح فين؟ ما كل حتة هنروح هتبقى مترقبة. بالظبط، وما تنسوش إن الناس دلوقتي بقت عارفة شكلنا، يعني أي حد هيشوفنا هيسلمنا على طول. دول 50,000 جنيه. أنت متبت ليه في 50,000 جنيه يعني؟ النفس ضعيفة أوي. طب بقول لكم ايه، نروح عند عم بندق؟ ما اكيد عم بندق ده كمان متراقب. هنشوف، يلا بينا. يلا يلا, يلا. اعملي اداء يا نيلي. إيه بتشي يا صح، شفت البدله الجينز اللي فيها جليتر دي؟ هموت واجيبها. لا يا حبيبتي انا عجباني العبايه السمراء بالاسترس دي. اخواتك دول يا حماده كده، اوعى تصدق اللي بيتقال عليهم. والدبيضه حلوه، والدبيضه حلوه. هي فين الكيدز اريا؟ حالا هوديك الكيدز اريا دلوقتي. ودي يا خناجر كلمينا الديلر عشان نسكور. ماشي هجيب لكم بودو بقى. هو في ايه؟ من امبارح مش عارفين تعلقوه، امال انا هحقق معاه امتى؟ بعد اذنك يا فندم، طالما حضرتك مش عارف تعلقني، ما نقضي تحقيق كده احنا على الارض كده مفيش حاجه. ما انا بقول لك، فين اللي عيال اصحابك؟ انت اللي مش عايز تقول. انا ما اعرفش حاجه يا فندم، ما اعرفش عنهم اي حاجه. عايزني اصدقك؟ طب علقوه. لا استنى 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 يا فندم، انا ما اعرفش غير سيف يا فندم، سيف هو اللي جاب لي الناس دي، وهاني اللي جاب لي البنت. حضرتك فاكر البنت؟ ها؟ بغض النظر. حضرتك شكلك مش مصدقني يا فندم ولا ايه؟ لا مش مصدقك. طب يا فندم عرفت علقني بقى؟ ابقى علقني وريني بقى. اه علقك. علقوه. يا باشا ده تقيل قوي يا باشا. ده من امبارح عايزين نعلقه ومش عارفين نعلقه يا باشا. طب عاجبك المحمضة دي يا فندم؟ عاجبك المحمضة دي؟ الناس تعبت قوي معانا والله. أرجوك يا فندم ريحني. طيب خلاص اضربوه هو على الأرض. بسم الله ما شاء الله، نزل بقى. بسم الله ما شاء الله، فكرة حلوة جدا. الله ينور يا فندم، أنا بس هديك ظهري، أنا آسف. ها حبيبي براحتك، أنت مش غريب، اتفضل اتفضل. بالراحة يا رجالة. ها لطيف قوي الولد ده.
سيف بص كده كويس، في حد شايفنا ولا حاجة؟ مفيش أي حد. طب يلا بينا يا جماعة ننزل نسترسف في الاستخبص كده من غير ما حد يحس بينا. يلا يا شوشو. يلا بينا. ماشي جاي معاكم. طب دي مش هتقوم، يلا بينا احنا يا جماعة. طيب خلاص يا شريهين خليكي هنا، ولو شفتي أي حد ولا بوليس ولا كده كلمينا على طول. مش أوكي. شريهين ما تناميش، هنروح في داهية كده. مش عيب عليكي وأنا حمادة. يلا بينا. يلا يلا بسرعة قبل العربية دي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج، اتفضل. ليديز ممكن ترجعوا لورا بليز؟ ايوه خلاص كده كل واحدة واقفة في مكانها. طب ان اللي ما بدل الخوطة دي ما نكسر كل البلاط ونخلص. لا طبعا لو كسرنا هيسمعونا كده هنتكشف. طب انت هتعرفي البلاطه منين بقى؟ في القصه في الاخر ميكي لما عمل لدونجل كرش ملك، كرش اسمه كش ملك whatever، لما عمل له كده قال له على مربع الملك هذا المربع او كعكة في الخطيئه وجعلني افوز، فهو ده المربع اللي هنحفر تحته. دلوقتي احنا هنقعد نلعب اللعبه لحد ما نلاقي المربع. صدقي والله ممكن جايز برضه. دلوقتي انتوا الفريق الابيض وانتوا الفريق الاسود، والصف اللي قدام هو العساكر، واللي ورا حضرتك طابية، حضرتك حصان، حضرتك فيل. معلش بس هستأذنكم كل واحد يمثل الدور اللي هو عامله، يعني الحصان يعمل حصان، الفيل يأكت عنه فيل كده. يمثل ايه يعني؟ اللي دول مجرمين يعني، لو خالتي خلقها داء وسيبتهم علينا هيقتلونا. ايه اللي يمثل ويأكت؟ يأكت ايه؟ مش بيأكتوا. اوكي خلاص يلا نبتدي. العسكري الأبيض اللي قدام الحصان يتحرك بلطين. الله، بنقول العسكري الأبيض اللي قدام الحصان يتحرك بلطين. لا 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 حضرتك يا طنط، حضرتك نمبر 2. أنا؟ أيوة حضرتك. حضرتك في فريق إيه؟ الأبيض. ودورك إيه؟ أنا العسكري الأبيض. واللي وراكي دي إيه؟ حصان أبيض. يبقى تتفضلي تتحركي بلطين. ما تتحركي بقى بلاتين، ما تبقيش غبية. حاضر أوف. حاضر. ثانك يو صباح. تاني حاجة، العسكري الأسود اللي قدام الوزير يتحرك بلاتين. لا لا إله إلا الله يا جماعة، انتوا ضاربين ايه؟ بنقول العسكري الأسود يتنيل اللي قدام الوزير يتحرك بلاتين. ما تخلوناش نعملها معاكم بقى. ما تخلاص يا أختي، انتوا وهي مستحملينكم بس عشان الست صباح. انا ممكن اشيكوا في وشكوا عادي يعني. اسفه اسفه يا ست الكل اسفه. وانتي يا اختي اطلعي كده. اوكي تالت حاجه، الفيل الابيض يتحرك دياجونال يمين. مش هيفهموا هم ايه دياجونال ده. اشرحي لهم انتي. الفيل الابيض يعني ايه دياجونال؟ دياجونال يمين يعني كده. سنبوكسا. سنبوكسا. الفيل الابيض يتحرك سنبوكسا يمين. رابع حاجة، الفيل الأسود يقتل العسكري الأبيض. لا تعملي ايه؟ استني قولي انت بتعملي ايه؟ ما انت قلتيلي اقتليها. لا اقتليها ايه؟ ما قلتش اقتليها، اقفي مكانها بس. اهربي يا حاجة بسرعة اهربي. موتك. العسكري اللي قدام الطابية البيضاء ياخد خطوتين. تقتليها. يتحرك تلات خطوات وكش مات. يلا بقى يا خالتي قومي من هنا. يلا فين؟ انا تعبت، روحي تعالي ارجعي اطلعي، مش رايحه حته. لا خلاصي صباح، اللعبه خلصت.
خلصت خلاص؟ ايوه. ومين اللي كسب؟ انت الكوين بتاعتنا. يلا كلنا نسافر صباح يا جماعه. انا الكوين بتاعتكم. ايوه. شكرا يا جماعه. يلا يا جماعه اتكلوا على الله، كل واحد يشوف مصلحته. اروح فين بقى؟ اقعدي بقى هنا لحد ما نخلص ونقول لك. طيب شريهين، هي دي البلاطه يا رب. طب اوعي لي بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دكتورة البلاطة عندها حاجة؟ لا مفيش حاجة، البلاطة بتسهل بس. يا ظريفة استني، تقريبا البلاطة دي تحتيها حاجة. طب دلوقتي احنا محتاجين حاجة عشان نكسرها بيها. خالتي معاكي حاجة اكسر بيها البلاطة دي؟ يا ام سماح اموري يا حبيبتي، معاكي حاجة يا اختي نكسر بيها؟ هشوف لك. انت ورزقك بقى. اهو لقيت لك شاكوش اهو. طب لو سمحتي معاكي شاكوش تاني عشان انا كمان عايزه اكسر معاها. ده انت طلباتك كتيره بقى، ما بصيلك. لقيت لك واحد صغير اهو. ايوه صعب قوي. برافو برافو. طب ما تساعديني. طب الحمد لله. شيلي دي شيلي دي. اه يا كي يس. استني في كيس اهو. لقيتي؟ في حاجة في حاجة. براحة براحة براحة. شو انت؟ ده بجد؟ لا لا اكيد مش بجد، اكيد مش بجد يا نيلي. لا لا خلاص. لا 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 اكيد بتدوس. خلاص يا شيرين. لا يا نيلي خلاص يا شيرين. لا يا نيلي اكيد بتدوس. لا خلاص. لا يا جدو يا خلص. لا لا يا جدو يا خلص. لا ثانك جاد ان في ميه. هاي شيرين حليتي كلمات المتقطعة؟ يا ستي اديني بقرة بنتسلى. بتتسلي ايه؟ مفيش وقت. ما حليتيش ليه؟ ليه مفيش وقت؟ ده المدة لسه طويلة، ده احنا لو قعدنا كل سنة نكتب حرف مش هنخلص مدة السجن اللي احنا قاعدينها. انت نيجاتيف قوي ليه كده؟ لا نيجاتيف ليه، ما الجو هادي اهو وجميل والهوا يرد الروح، والولية اللي هناك دي كل شوية عمالة تعمل بومبا ورا بومبا لغاية ما خلاص عمتني. اقولك يا نيلي عشان انا وانتي نبقى بوزيتيف، تعالي نتخيل بقى ان العسكري جه على الباب هنا وخبط قال نيلي وشيرهان افراج، وطلعنا انا وانتي بقى بالمجله الجميله دي حلينا الكلمات المتقاطعه. تفتكري هنلاقي فلوس؟ ابدا. هتلاقي عدد تاني وعدد ورا عدد، وبصي بقى ايماجينيشن هتلاقي بقى عدد جديد مثلا في مقلب زباله والتاني في خرابه. لا 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 يا شيرهان انتي محبطه قوي. مالكوا قاعدين مبوزين كده ليه وضاربين لي بوز بلبس الغربان اللي انتوا لابسينه ده؟ ما تنبسطوا كده. عندك سجاير يا ام سامح؟ سجاير ايه؟ اللي ام ازرق والله ازرق عين. خدي يا حبيبتي. تعيش. خدي ولاعه تاني كمان. يلا خالتي ام سامح. والنبي والنبي الاقيش عندك شاحن سامسونج وشويه مسحوق غسيل؟ هشوف لك. يا رب يخليك. الهدية دي ما بحبهاش. خد هاد الشاحن وادي ده اخر راح. ماشي يا حبيبي شكرا. ام سماح يا اختي ما تشوفي كده جاتي جوابات؟ لا يا اختي ما فيش جوابات، بص هتيجي بعد ساعة. ماشي. عايزين حاجة يا بنات؟ خالتي شوفي عند ام سماح كده في مانجا. عندك مانجا يا ام سماح؟ قولي لها عايزاها صحيحة ولا عصير؟ صحيحة ولا عصير؟ لا عصير. عصير. أشوف لك يا أختي. يا رب تلاقي مانجا. اتفضلي. شكرا يا أم سماح. مش معقول أم سماح، أنت بتفكريني بواحدة كانت بتطلع في الأفلام زمان بحبها قوي اسمها ماري بوبنز. طب أم سماح أنا هطلب منك طلب صعب جدا. عندك فانيلا لاتيه؟ عينيا يا حبيبتي. خدي استني. اشربي يا اختي بالعنب والشيفة. طب انا عايزة بفوم. ادي يا اختي شوفي اخرتها.
خدي يا حبيبتي. شيرين، أنا جت لي فكرة فظيعة، خطة معتمدة على أم سماح. أم سماح ممكن تيجي معايا ثانية عشان أنا عايزة أدور في الكشك بنفسي على حاجة؟ عينيا يا أختي. يلا على إذنك يا أختي. كل حتة. مية وعشرين سنة، مية وعشرين سنة. استغفر الله العظيم يا رب. مية وعشرين سنة. خلاص يا عم الحاج بقى، مية وعشرين سنة، مية وستين سنة، ما تخوتناش. هنفضل هنا مية وعشرين سنة. استغفر الله العظيم. شوف صاحبك يا عم. مية وعشرين ناقص خمسة بكام؟ ليه؟ مية وعشرين سنة، شيل منهم الخمس أيام اللي احنا عندنا، يتبقى كام؟ مش فارقة. ليه؟ مش فارقة، لأنهم مية وعشرين سنة، مية وعشرين سنة. بس اهي جت اهي. مين دي؟ الفكرة، هنهرب من هنا ومعانا الخطة. نهرب؟ آه. نهرب ازاي وخطة ايه؟ بسيطة، احنا نعمل نار عشان تعمل دخان، الانذار يضرب، يفتحوا البيبان، يهربوا المساجين ونهرب كلنا. هي خطة حلوة وذكية، بس مفيش حد هنا معاه ولاعة بياخدوها مننا واحنا داخلين. بسيطة، هنعمل نار. هنعمل نار ازاي؟ نجيب شوية قش نحطهم في الأرض، ونجيب زلطتين، زلطة هنا وزلطة هنا، ونقعد نحكها نحكها نحكها. أنت مش عايز تولع، أنت عايز تحكها. أنا أعمل أي حاجة بس أخرج من هنا. أنت عيل مياس ولا بتعمل أي حاجة. إيه ده؟ إيه؟ إيه ده؟ إيه التدخين ممنوع ولا إيه؟ أنت معاك ولاعة يا هاني، بقالنا ساعة بنقول فين الولاعات، وأنت معاك ولاعة؟ يا جماعة ما حدش قال لي هات الولاعة، ما أنت شايفني بولع سجاير من الصبح. يا بجحتك يا أخي. وبعدين صحيح مين اللي قال لك اللي فيه أصلاً إنذار هنا؟ وحتى لو في انذار، مين اللي قالك ان هو بيضرب؟ عم حسين بس اللي بيضرب. انا سمعت حد بيقول اسمي، في حد بيتكلم هنا؟ احنا اسفين يا عم حسين. احنا كنا بنقول حسين فهمي، بس عشان هو شبهك الخالق الناطق فانت حسيت ان نتكلم عليك انت. اه، وعم حسين ده جاحد. اه والله بيضرب بالجوز كده. بالجوز ايه ده؟ الواحد عنده جوز يا جماعه، ومش محتاج يضرب، كفايه الذبذبات بتاعت صوته دي تدمرك اصلا. حسيتها؟ اه. طب انا عندي فكره نهرب بيها. ايه قول. بص، هي اتعملت في افلام كتير بس حلوه. ما لو اتعملت في افلام كتير تبقى مفقوده. اسمعها طيب للاخر. احنا نجيب المواس ونجيب ميه ونحط المواس في بقنا ونشرب ميه ونبلعها. المواس تنزل تقطع مصارينا، نقعد نصوت نصوت، يجي ياخدونا على المستشفى، من المستشفى الهرب بيبقى اسهل. يا سلام يا سلام. طب افرض الشارع واقف، الكوبري واقف، عربيه الاسعاف اتعطلت، نتصفى كده كلنا؟ لا خالص، ممكن احط صباعي في بقي ارجع تاني. ترجع ايه؟ ارجع لمواس. لا لا لا، مفيش ترجيع. ليه ما يرجع؟ لا خد المواس، مفيش ترجيع. الله، هو مش معاه فاتوره؟ معلش، ما عدى اسبوع. اه لا، ما ينفعش ترجع الا ايه ده؟ ايه ده؟ دخلني في السكه دي ليه؟ حلوه السكه تعالى. حلوه ايه؟ احنا بنشوف هنهرب ازاي يا سيدي. ما ينفعش ترجعه من هنا. مرجعه منين؟ لو رجعته من هنا هتتذبح. ايوه، رجعه منين يعني؟ ترجعه من هنا. بس بس يا ضاحي، بس يا ضاحي يا نازله بقى تقعد. بس يا ضاحي، بس ما تقرفنيش، خيالي شغال. واد لو انا كلونيا بعديها على طول عشان اللي انت عايش. سيف صادق، هذا الحق اهو افندم. هاني شاكر محمد فؤاد. انت اول مره تسمع؟ لا، ما مش محرم فؤاد. انت بتقول لي محرم فؤاد؟ صاحي محمد منير. وري اتفضلوا معايا، البيه المامور عايزكم. لا احنا زعلانين منه، خليه هو اللي يجي. اتفضلوا معايا، البيه المامور عايزكم. اتفضل. حاضر. في ايه يا حسن؟ منه هو جاي وفي عين الشر. يلا طه اهو. 120 سنة. خلاص بقى. ايه 20 سنة. نيلي، عم بالراحة. نيلي انت كويسة؟ اوعى يكون حد عمل لك حاجة، اوعى تكونوا عملتوا فيها زي ما عملتوا فينا. ولا انت مجنون ولا ايه؟ انا اسف، انا اسف جدا، اصله شكل هاني بالظبط، فكرت بقول لك ايه؟ نعم. انت لسه واخد افراج ولا تحب ترجع سجن تاني؟ افراج؟ افراج ازاي؟ للاسف واحد اسمه ابو الدهب دفع تعويضات للناس اللي كانت مقدمة فيكم بلاغات وتنازلوا عن المحاضر. طيب تأمرنا بحاجة يا سيادة المأمور؟ لا لسه يا حبيبي، في شوية إجراءات كده وبعدين تتنقلوا تغوروا في داهية. حسبي الله ونعم الوكيل. أبو الدهب إيه؟ أبو الدهب إيه؟ ربنا يكرمك أبو الدهب إيه؟ قلت لك مش هسيبك، قلت لك مش هسيبك، يعني مش هسيبك.
أظن ان انا مؤاخذه عملت اللي عليا، فاضل انتوا تعملوا مؤاخذه اللي عليكم بقى. تفضل المجال اهي. شكرا. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه بتعمل المؤاخذه اللي اتفقنا عليه؟ انا خلصت لكم من الناس اللي اتحبستوا بسببهم ودفعت تعويض دم قلبي، وانتوا تدوني المجله وتمشوا ما اشوفش وشكم تاني. بعت حلمك يا نيلي؟ ما كانش قدامي حاجه تانيه اعملها يا سيف. طب كويس، يلا بقى نروح نستحمى. انا اسفه قوي يا سيف، انا اللي ورطتكم في كل ده، اسفه ليكم كلكم. اسفه ده يا عسل، انا كاعه دم قلبي في المشاوير بتاعتكم دي، انا عايز فلوسي. اتنيل، هو انت حيلتك حاجه يا مرقع انت؟ ما تسكت بقى وخليني ساكته وكاتمه. طب انت صباح ما غلطتش فيكي. خلاص يا خالتي، هنشوف دافع كام ونديهم له على الجزم على البرتوش. وانت كمان يا صباح، انا اسفه قوي، بهدلتك معايا جدا. لا يا حبيبتي، اسفه على ايه؟ ده انا انبسطت جوه قوي، قابلت كل صاحباتي اللي بقالي زمن ما شفتهمش. طيب انا هلحق بقى قبل ميمي في الخنك، لا تعد نيلي كريم ولا تطبق في زماره غدا عبد الرازق، مش ناقصين مشاكل. اشوفكوا بعدين. ايه ده، انتوا حليتوا الكلمات المتقاطعه كمان؟ حليناها يعني، كنا بنتسلى كده بنضيع الوقت. شكرا على كل حال. يلا ضاحي. يلا ايه؟ يلا مين؟ يلا ضاحي. لا ابو الدهب ايه، انا لازم اروح البيت اكل لقمه، استحمى، انضف، اقلع الهدمه اللي بقالها اسبوع على جدتك. واعرفك ازاي انا ضاحي؟ اعرفك ازاي لما تغير وتنضف؟ انا بعرفك من ريحتك. يلا ناخد الفلوس وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. يا ابو الدهب ايه، انا الحشرات الزحفه بتاكل في عظمي. خليها تاكل، خليها تاكل. يلا طلعت في لحمي. يلا يا جماعه احنا كمان نروح نستحمى، انا حاسس ان انا بقيت منتن. لا احنا لسه عندنا مشوار. مشوار ايه تاني؟ لازم نروح عند عم بندق. وهنعمل ايه عند عم بندق؟ يلا بس نروح وانا هفهمكم هناك. يلا. تسعين جنيه بجول بورسعيد، 7.5 جنيه. انت بتعمل ايه؟ بحسب يا حبيبي الفلوس اللي كعتها معاكم عشان اخد حقي. 7.5 جنيه كبده وسجق من على بركه الله اللي في رمسيس. 25 جنيه كافتيريا بورسعيد. على فكرة أنا اللي دفعت الفلوس دي. بجد؟ أيوة. ابن النصابة حاسبني وحاسبك؟ تقلقش هتاخد حقك. 50 جنيه كافتيريا البورسعيد. إيه تاني؟ 20 جنيه جيلي كولا لماما كول لماما ميمي. يبقى كده 571، 571 جنيه. 571 جنيه، أنا عايز منكم 571 جنيه. 571 جنيه ايه يا معفن؟ ده انا غرقك فلوس. والنبي تنيل، انت حالتك حاجه يا ماما. بس بس انا مش عايز كلام، انا عايز اعرف انتوا ليه جبتونا عند راجل السقيل دوت؟ انا عايز اروح استحمى. عشان ندور على الفلوس يا سيف. فلوس؟ ما الفلوس ما المجله مع عم دهب. لا، عم دهب اخد مجله مش المجله. احنا غلطنا في التشكيل يعني ولا ايه؟ مش فاهم منك حاجه. انا هفهمك، احنا كلمنا عم دهب قلنا له هنعمل معاك ديل، انت تطلعنا من كل القضايا اللي علينا واحنا هندي لك المجله، وقلنا لام سماح تجيب لنا عدد ميكي قديم. ام سماح مين؟ ام سماح دي خطيره، عامله زي الفيري كوين، عندها كل حاجه، كانك قاعد في كارفور بالظبط. ده انا قلت لها عايزه فانيلا لاتيه، عملت لي وفي فوم كمان. ايه الخطوره في ان هي تجيب لك فانيلا عليها دوم يعني؟ مش مهم، انا وشريهان حلينا الكلمات المتقاطعه وكتبنا مسج زي اللي جده بيكتبهم بالظبط وادينا له المجله. واحنا بقى معانا المجله الاصليه وسوحناها هو بقى بالمجله المزيفه. يا ولاد اللذينه، يعني الفلوس ما ضاعتش ولا حاجه؟ ولا مالكش دعوه بالفلوس دي خالص، انت ليك فلوسك وبس. ال 571 جنيه. 571 جنيه بس يا شوشه، واحنا في بيننا فلوس يا ماما؟ وبعدين ما تحكميش على حد وهو غضبان. هو احنا لسه هنحل اللغز تاني؟ انا عايز استحمى. خلاص يا سيف، وير اولموست دان. وبعدين بقول لك انا وشريهان حلينا الكلمات المتقاطعه. بتقول ايه؟ بتقول ان الحل في العدد القادم. طيب بسيط يا جماعه، قولوا لي انتوا بس العدد القادم دوت رقم كام وانا هقلب لكم عليه الدنيا. ما هي دي المشكله بقى، ان العدد اللي احنا لقيناه مكتوب عليه انه العدد الاخير. طب ازاي العدد الاخير ولسه في اعداد بتتبع؟ العدد الاخير اللي جده عمله قبل ما يبيع المجله، مش العدد الاخير عامه. طب ازاي يا جماعه الحل في العدد القادم وده العدد الاخير؟ وعشان كده بقى احنا جينا لعم بندق قلنا هو اللي بيفهم. يا سلام، احلى كوبايه شاي عملتها لكم بايديا دي، حب في حب. طيب يا عم بندق، انا هسالك شويه اسئله كلها حب في حب ومباشره، فلو سمحت خلي اجابتك برضو مباشره من غير لف وحوران. تحت امرك. تعرف العدد ده؟ ها؟ ياه. يا سلام. ايوه طبعا،
ده العدد الأخير. ده الحكاية جميلة قوي قوي، تحب أحكيها لكم؟ لا مش وقته حكاوي بقى خالص. دلوقتي جده بيقول إن الحل في العدد القادم. في عدد بعد ده؟ أيوة طبعاً كان في عدد بعد ده. يعني إيه كان فيه وراح فين؟ راح المطبعة، بس جدك بقى وقف طباعته على طول. وقف طباعته ليه؟ لا ده كان ليه حكاية جميلة جداً جداً، الحكاية طويلة قوي قوي. هو أنت كل حكاياتك طويلة؟ ما فيش حكاية قصيرة تقولها لنا ونخلص؟ الله الله في إيه؟ خلاص يا سيف خلاص، معلش يا عم بندق خليك معايا. هو عنده حق بصراحة. طيب العدد ده موجود في المطبعة؟ أيوة طبعا موجود في المطبعة. وحضرتك تعرف المطبعة دي فين أصلا؟ أيوة طبعا عارف المطبعة فين. أوكي يلا بينا. يلا ثانية واحدة يا جماعة. عم بندق أنت متأكد أنك تعرف مكان المطبعة فين أكيد؟ أيوة طبعا عارف مكان. يعني مش هنروح وتقف تقول لنا كانت هنا وتهدت وتبنى مكانها حاجة تانية؟ أبراج نايل سيتي يا أختي. يا عم حرام عليك، انت بتعمل فينا كده ليه؟ ما تقول على طول وتنجز. ما انا بقول على طول. الله، انتوا اللي مش محددين الاسئله بتاعتكم، وانا قلت قبل كده اسالوا اسئله مباشره اجاوب اجابه مباشره على طول. انتوا قلتوا حاجه؟ على انتوا قلتوا فين المطبعه؟ قلت لكم فين المطبعه؟ عارف مكان المطبعه؟ ايوه عارف مكان المطبعه. بس انت بتتكلم على ايه؟ الله، انتوا اللي بتتكلموا وخلاص علينا يا عم. شوفي بتشوه ازاي؟ انا مش هتكلم، كمل يا سيف لو عايز تتنرفز. خلاص خلاص يا جماعه اهدوا كده، استهدوا بالله. بسيطه بسيطه جدا، احنا نروح لنجيب سويرس ونقول له يا حاج نجيب وانت بتهد وبتبني ما لقيتش عدد كده هوت وشلته على جنب، ممكن يكون شايله في تمراي مثلا ولا حاجه. انا مش هتحرك من المكان ده غير على بيتي عشان اروح استحمى. يا عم تستحمى، ما انت ريحتك زي الفل اهو. انا ريحه ما انت نتن. انا بجد تعبت، ربنا يسامحك يا جدو. يا جماعه انا مش فاهم انتم مكبرين الموضوع ليه. الله، مكبرين الموضوع دي عشان العدد راح والفلوس راحت. يا ستي حتى لو كان العدد راح، الله، يبقى في المسودة. يعني ايه مسودة؟ المسودة دي زي العدد بالظبط. جدك الله يرحمه كان تمام يعمل مسودة كده ويشخبط فيها وتبقى زي العدد بالظبط. موجودة المسودة دي، موجودة في المرسم. ايه 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 مالكو؟ هو انا قلت حاجة غلط؟ مالكو مسألتوش عن المسودة على طول؟ انت سألتوا عن المجلة؟ وانا قلت المجلة اللي في المطبعة. لو قلت على المسودة كنت قلت المسودة فين؟ اتفضل اتفضل بقى، ورينا فين الزفتة المسودة دي. حاضر حاضر حاضر. هي كانت هنا. نهار اسود ومهبب على دماغي. لا لا هو ايوة ايوة ايوه من داري. انا فاكر كانت في الحته دي، في الجنب ده، في الجنب ده. ايوه الجنب ده. فين هي بقى؟ لا 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 هو ايوه تعالي. الحمد لله الحمد لله. عم بندق. نعم. انت متأكد ان العدد ده كامل؟ ايوة طبعا متأكد. متأكد متأكد؟ صراحة لا مش متأكد، اكذب. العدد ده قصة واحدة بس ما فيهوش حوار. ايوة انا فاكر العدد ده بالذات كان جدك صور بس لكن ما حطش الحوار. يا سلام كانت قصة حلوة قوي قوي قوي، لسه فاكرها لحد دلوقتي. كانت بتعرف ايه بقى القصة دي؟ احكي لكم. تحكي ايه؟ بليز احكيها. بس هي القصة طويلة حبتين. طب ما تختصرها. اختصرها؟ انت هتختصرها في ايه؟ طيب حاضر هختصرها. يلا. كان يا مكان ما يحلى الكلام. لا بقولك ايه يا عم بندق، انت لسه هتفضل تقولي ما يحلى الكلام وهنحشي الحمام؟ انا تعبانه واخده برشام فلخص. لا خلاص ما دام خدت برشام لازم الواحد يخلص. شوفوا بقى، كان في بطوط، بطوط ده كان ليه ثلاثه، الثلاثه دول ولاد اخوه، الواد سوسو وتوتو ولولو. لولو ده كان شقي قوي، ولد كان شقي جدا. هو لولو ده كان ولد؟ قطه. انجزي انت كمان، لولو يطلع ولد يطلع كلب مالكيش فيه، اسمع الكسه وخلاص. الثلاثه دول كانوا تملي يتخانقوا مع بعض، مش طايقين بعض. على ايه؟ على لعبه صغيره قوي كده.
أم جنيكي راح واخد اللعبة دي ومخبيها وراح راسم خريطة وعمل لغز. اللي يحل اللغز يوصل للعبة. جم يحلوا اللغز لقوا في لغز تاني، يحلوا اللغز لقوا في لغز تالت ورابع وخامس، لحد آخر المشوار حلوا اللغز الكبير وصلوا للعبة. جميكي راح واخد اللعبة دي، وعشان هما بدل ما كانوا بيتخانقوا وبدل ما كانوا بيزعلوا مع بعض وبدل ما كانوا مش طايقين بعض بقوا بيحبوا بعض، متكاتفين متحبين مترابطين. عشان كده ميكي عمل لهم لعبة كبيرة زي اللعبة الصغيرة دي للتلاتة، وادها لهم مكافأة عشان حبهم لبعض. خلصت الحدوتة. ما تزوقيني يا ماما أوام يا ماما، ما تزوقيني يا ماما أوام يا ماما، ده عريسي هياخدني بالسلامة يا ماما. لا إله إلا الله، هو البيت كان ناقص عهات. الله يا حاجة سنكافولا، نسيتي المجلة بتاعتك. الورث اللي سابهولنا أجدادنا العظماء، مش أي لازمة، الوزة والبطة. شفت اللي بيحصل لنا يا ماما ميمي؟ احنا اتبهدلنا قوي. انا شكلي بقى وحش قوي قدام سيف، يا ترى بيقول عليا ايه دلوقتي؟ ماما ميمي انا امبارح اتفضحت في النادي فضيحه بجماجم. بجلاجل. جلاجل؟ ايه جلاجل؟ وبعدين الجماجم بتخوف اكتر بكتير. قوليلي يا ماما ميمي، عايزة تسيبي شعرك كيرلي ناتشرال كده ولا اعملك بريد؟ لا اعمليلي بن. نيلي نيلي الحقي يا نيلي، انا لقيت رسالة في المجلة اللي سايبها لنا جده بيقول فيها هنوصل للفلوس ازاي؟ ايه؟ ايه حاجة مالك؟ ايه؟ حقيقة يا نيلي؟ حقيقة يا نيلي؟ ايه هو ايه؟ خلاص يا ماما ميمي، هو انا خطفتك من جده؟ خلاص يا ماما ميمي. ما تزعليش يا ماما ميمي، I'm very sorry. من فضلك اهدي بقى شوية عشان نفهم الموضوع ونروح بيتنا. وانتي بليز انجزي عشان هي مش هينفع تفضل كده كتير. طب اعملها ايه؟ ما هي اللي ما كانتش راضية ولا تسيب المجلة ولا تسيب رقبتي. ما تسيبي لها المجلة يا شريهة، الست ما فيهاش نفس، لا يجرى لها حاجة يا حبيبتي يحسبوها علينا بني آدمة ونخش فيها السجن. أبوس إيدك يا خالتي. سيب لها المجلة إزاي؟ بقولك جدنا سايب لنا رسالة بيقول لنا هنلاقي الثروة فين. انتي هبلة يا بنتي، ثروة إيه اللي هنلاقيها بعد كل السنين دي؟ هو أنتوا مش قلتوا إن جده فلوسه اختفت وساب لكم المجلة دي؟ أيوة. وعمو عبد الله قال إن آخر حاجة جده قالها قبل ما يموت إن الثروة في لغز ميكي؟ ايه اوكي. ومين بقى يا تيزا اللي كان بيألف الكلمات المتقاطعة دي؟ مش هو؟ انا بقى حليت الكلمات المتقاطعة دي وفهمت منها كده ان هو تقريبا سايب لنا فيها رسالة. رسالة ايه وثروة ايه اللي في الكلمات المتقطعة دي؟ اهو اسمعي عشان تصدقيني. الى من يقرأ الرسالة؟ اذا اردت الوصول للثروة الحل لغز ميكي. ده كلام جنرال قوي، هو اصلا مش عارف هو بيكلم مين. طب هو كان عارف يعني مين اللي هيحل الكلمات المتقاطعة؟ بس انا مش فاهمة يعني ايه الحل لغز ميكي؟ مش المجلة كلها لغز ميكي؟ يا بنت لغز ميكي يا بنت اللي بيبقى في اول صفحة اهو. مش فاهمة برضو بيقول ايه يعني. وانا ما اعرفش، انا كمان انتوا فاكرني يعني فكوكة قوي، ما انا بقالي ساعة مش فاهمة حاجة. ولو قعدتي ست سنين مش هتفهمي حاجة.
ما تقولينا احنا يمكن نفهم. لا والله. طب اسمعي يا خالتي، اللغز بيتكلم عن سرقة خزنة في مكتب راجل اسمه الضمنهوري، والمحقق ميكي بيعرف اللي سرق من رقم الخزنة اللي لقاه في جيب الحرامي. حد فاهم حاجة؟ التشاش يعني. طب ما نفك ماما ميمي، هي تفهمنا يا اختي. نفكها نعمل بيها ايه؟ ما المجلة معاها بقالها سنين، لو كانت عرفت كانت حلتها، كان القرد نفع نفسه. القرد برضو واتقفر. على فكرة اللي بتتكلموا عنها دي جدتي، يعني لو ما احترمتوش نفسكم انا سايبها عليكم. طب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجة، احنا نروح لسي عبدال يمكن يعرف يحلها. مع انك ست بيئة وويرد جدا بالنسبة لي وبكرهك، بس جود ايديا. من الهرت للهرت رسول يا حبيبتي. ثانك يو. نفك ماما ميمي بقى لو سمحت. لا استني قبل ما نفك ماما ميمي دي، بقولك يا حاجة انا هفكك، بس عفا لو عضتني. She's very innocent. حرام عليك. طيوبة قوي ماما ميمي دي، طيوبة. بصي بلسم الله العظيم، هي بس لو تبطل حركاتها دي الغريبة كده اللي هي هي ساعات بتبقى قاعدة. لا لا انا متشكره قوي يا سيف ان انت رديت تيجي معانا المشوار ده. انا عارفه ان انا بتعبك معايا، بس ما كانش عندي حد غيرك اكلمه. كان نزومه ايه بس تتعبيه معانا؟ ما كنا خدنا ميكروباص. بليز بليز ما تجيبليش سيره الشيء ده تاني ايفر. ده كان اسوا يوم في حياتي. انا مش هحكي لك كل اللي حصل، هقول لك موقف واحد بس صغير. كان في ست قاعده جنبي بتردع ابنها مش من الببرونه. طب وايه المشكله؟ ما عنديش مشكله بالهنا والشفا، بس ليه لما الطفل يخلص الرضعه يشقطها كلها عليا؟ قشط اسمها الطفل قشط، انما يشقط دي هناك في عباس العقاد. يا جماعه انا كده كده ما عنديش اي حاجه، وبعدين انا اللي انت تامري. طب بقول لك ايه يا برنس، هو الكاسيت مش شغال ولا ايه؟ شغال. طب ايه بيشغل، شرايط ولا اسطوانات؟ لا في اي او اكس، خده وشغل اللي انت عايزه. لا لا ما لناش في الاجنبي يا ابن عمي، شغل لنا كده حاجه شعبي جميله. اسمعي يا شوشو، اديني رمضان. حلو، واديني انا كمان رمضان. وحشتوني قوي قوي. انتوا عارفين من كتر قعدتي في السجن اكتشفت ان احنا قوتنا في لمتنا. انتوا وحشتوني قوي، انا كنت متاكد انكم مش هتغيبوا عني اكتر من كده، وناديكم تيجوا تزوروني على طول. بس احنا عايزينك في موضوع تاني خالص. والله خير. احنا عرفنا ازاي هنوصل للثروه بتاعت جده. ثروه الداد ازاي؟ هاو، فاكر المجله اللي سابها جده اللي ماما ميمي ماسكاها طول الوقت؟ ايوه بلا. لقينا فيها مسج من جده بيقول لنا ازاي هنوصل للفلوس. مسج في المجله ازاي؟ هاو؟ ما هو انا حليت الكلمات المتقاطعه ولقيت فيها رساله بيقول فيها ان الثروه في لغز ميكي. حاولنا بقى نقرا اللغز وما فهمناش حاجه. ايوه هو اللغز بيبقى صعب شويه، بس انتوا فاتتكم حاجه، الحل بيبقى بالمقلوب دايما. ايوه ما احنا حلينا بالمقلوب وما فهمناش حاجه برضو. طب هو اللغز كان بيقول ايه بالظبط؟ ثانيه واحده اتفضل. ايه ده؟ انتوا جبتوا المجله دي ازاي من ماما ميمي؟ ازاي هاو؟ ما هي خالتي حطت لها حبيتين اباتريل في الشاي كومها. مش ممكن بندو ده، انا متربي على بندو. سيبك من بندو وخليك مع ميكي، عرفت تحل اللغز؟ بس هو المساله صعبه، بس يمكن. يمكن ايه؟ يمكن يقصد بمكتب الدمنهوري ده المرسم بتاعه. ايه علاقه الدمنهوري بمرسم جده؟ المرسم بتاع جده كان في عماره اسمها عماره الدمنهوري نسبه لصاحبها، حتى احنا كنا مسميين المرسم او المكتب يعني مكتب الدمنهوري. طيب يبقى الحل في المرسم ده، نوصل احنا للمرسم ده ازاي؟ المرسم ده في وسط البلد، بس مش هينفع تروحوا من غير بندق، لان بندق هو اللي معاه المفاتيح. مش وقت استظراف خالص يا عمو، انجز. بندق ايه يا بنتي؟ انا ما بهزرش، انا بتكلم جد. نيلي ما تشوفي بابي عشان بيهزر جامد. بابي لخص، مين بندق ده؟ بندق ده يبقى عم بنداري، وده المساعد بتاع جده وكاتب اسراره. الراجل ده هو اللي مربينا، جده ما كانش بياخده خطوه من غيره. بنداري يبقى بندق، وبندق يبقى هو بنداري. طيب احنا نوصل لبنداري ده ازاي بقى؟ بسيطه قوي، انا معايا عنوانه. سبحان الله، يعني الحوار ده طلع بجد؟ شكله كده. يعني جدك كان يقصد حاجه باللغز عشان يلاقي الكنز. بعدين بقى يا سيف نتكلم في الموضوع ده. ميرسي قوي يا جماعه انكم جيتوا معانا. تحبوا بقى تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ ننزل ده ايه، احنا جايين معاكي عند عم بندق.
جايين معانا ليه؟ عشان انا ليا في الفلوس زي ما انت ليكي فيها بالظبط. انت اكيد مش في وعيك بقى. ليه حبيبتي هو مش جدي زي ما هو جدك؟ ايوه بس هو ساب لنا احنا المجله وساب لنا احنا الفلوس. بقول لك ايه يا بنت انتي، الفلوس دي هتتقسم بالحق وشرع الله. هو لو كان عايز يسيب لكم فلوس كان يسيب لكم انتوا كمان مجله. انت شكلك نصابه يا بنت انتي وعايزه تاكلي حقي. حقك ايه يا متخلفه انتي؟ حقي يا حبيبتي بالشرع والقانون. تعالي نطلع على الاسم وعرفك يعني ايه حقي. انت فكاني هفايه ولا ايه؟ ده انا اكلك صاحيه كده. لا انت شكلك بقى قلت الادب وعايزه تتضربي. مين اللي قلت الادب يا بنت؟ لا لا انا ممكن اضربك. انا اللي ممكن اضربك من شعرك. بس مش عارف اسوق بتوتر وانا سايق. طب ما تجيب اسوق انا شويه يا اخي. ما تلمسنيش ومحدش يسوق عربيتي غيري. الجو ده خلاص يا جماعه خلاص. انا اصلا دلوقتي بفكر مع نفسي موضوع اللغز والمجله وبندق وبنداري اي كلام فاكس يعني. صدقي فعلا فاكس. ده حوار عبيط اساسا واحنا مش فاضيين للكلام ده. بالظبط. هيا قولوا لي بقى، تحبوا تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ هنا فين يا ست الكل؟ هنا منطقة مقطوعة، ولا في اتوبيس ولا ميكروباص ولا توك توك حتى. هننزل هنا وناخد تاكسي عشان نطلع على مشوارنا احنا يا هاني. تاكسي يا بنت انت اتجننتي؟ بعدين مشوار ايه اصلا؟ مشوارنا يا هاني اللي في التحرير. طيب خليكوا، انا كده كده هعدي على التحرير ابقى انزلكوا هناك بالمرة. احنا مش رايحين التحرير يا سيف، احنا رايحين اكتوبر. اكتوبر ايش معنى؟ مش احنا قلنا هنعدي على شريف وسوء عشان نروح السينما؟ ايه ده، هو شريف رجع من البلد؟ الباشا من شويه قال ان هو رايح التحرير. مفيش مشاكل، روح التحرير ونزلنا مهمشه ناخد اي حاجه من هناك. هشهشك، احنا مش رايحين الاميكن دي. خلاص نزلنا المؤسسه وناخد ميكروباص وامرنا لله. انت ليه بتصعبها؟ امال هننزل هنا فين يعني؟ بقول لك ايه، نزلنا المؤسسه. يا اخي ما تلمسنيش، قلت لك. وبعدين انا ما عنديش مانع انزلك المؤسسه، لكن انزلك مؤسسه ايه؟ مؤسسه مصر الخير، مؤسسه الوفاء والامل، انا مش عارف. مؤسسه مؤسسه يا هاني. ما احنا هنركب تاكسي. قلنا اللي تاكسي تاكسي هتدفع انت. هدفع يا معفن. يلا سلام عليكم. يلا استني، اديني المجله. الله، انت مش قلتي مش فارقه معاكي المجله؟ المجله بتاعت ماما ميمي اصلا. طيب ما احنا هنخلص على طول وهنيجي. مش انتوا لسه هتخشوا السينما؟ مش داخلين السينما؟ ايوه داخلين السينما. طب خلاص، يبقى سلام عليكم والنبي على جنب بقى يا عريس. شكرا. الله سلام عليكم. كنا رحنا معاهم السينما. اسكت بقى، انا عمال اغمزك وانت مش فاهم حاجه. حدائق القبة يا اسطى. حدائق؟ انت مش رايحه التحرير؟ هصاحبك بعدين. يلا اركب. يعني هو المرسم بتاع جدك ده هنلاقي فيه كنز؟ ما تبقاش اوفر يا سيف، كنز ايه دي؟ فلوس عادي. خلاص اول ما الراجل يطلع نمسكه ونكتفه ونقوم ضاربينه واخدين الفلوس. لا، هناخد منه المفاتيح ونروح المرسم. اسكت بقى. اصل انا جاي عندي طاقه كده ومتحمس ان انا اكتف حد. طب خلينا نعرف ده البيت ولا لو سمحت. ده بيت عم سنجاري. سنجاري ايه؟ ده بيت عم رده مقفول واحنا جايين قدوره. لو سمحت ده بيت بنداري. عم بنداري ساكن في اول دور تحت. اه شكرا. ريحته قلب الدنيا يا عم سنجاري. هاي انكل بندق. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنتي. حضرتك مش هتعرفني، انا نيلي عبد الله مكاوي. اهلا نيلي. مش معقوله انت كبرتي قوي يا حبيبتي. اتفضلوا اتفضلوا يا اولاد. ولا يعني شكلنا جينا في وقت مش مناسب. اصل طالما الراجل شعره بقى رزي ولبس الروب ده يعرف ان جوه في شقلة بازات. ولا ليه؟ اتفضلوا تعالوا تعالوا اتفضلوا. يلا. ايه ده؟ هيخلينا نتفرج. شرفتونا. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. ازيك يا انكل عم بندق؟ لا ارجوكي ما تعليش صوتك عشان هنا انا عايش لوحدي. مش قلت لك الراجل ده بتاع شقلة بازات؟ والله والله انا كان نفسي ان انا اجي ازورك، خصوصا بعد اللي حصل لبابا ده، عشان كنت اطمن عليكي وعلى ماما ميمي وعلى شريان. بص بقى يا انكل عم بندق، انا مش عايزه اي بني ادم يعرف ان انا جيت لحضرتك هنا، بالذات اللي اسمها شريهان دي. خلاص يا بنتي خلاص خلاص، اعتبر سردك ده في بير. طب ده جدك الله يرحمه كان بيعتبرني انا بير اسراره، صندوق الاسود اللي بيتحط فيه كل الاسرار بتاعته. الحمد لله بعد ما مات مفيش سر منهم، لا طلع قبل ما يموت ولا بعد ما يموت. كويس قوي. طب يعني لا مؤاخذة، يعني ايه اللي فكركم بيا كده كلكم مره واحده؟ كلنا مين؟
هو ده اقصد يعني انت وخطيبك ده صح؟ هو مش ده خطيبك؟ خطيبها طبعا. لا ده مش خطيبي خالص، ده واحد صاحبي عادي. بتقول كده عشان حسن. لو سمحت يا انكل عم بندق، انا كنت عايزه اطلب منك طلب. كنت عايزاك توديني المرسم بتاع جدو اللي في وسط البلد، نفتحه اخد منه حاجه بس ونقفله تاني ونكفي على الخبر خبور. بجور whatever. خلاص خلاص، خبور وبور مجور، ايه اللي انت عاوزينه؟ وقت ما انت تكوني عاوزه تعملي كده قولي لي بس، وانا اجهز نفسي وافتح لك المرسم. عايزه كده دلوقتي حالا. دلوقتي ما دلوقتي ما ينفعش. مش هينفع ليه يا خلبوس؟ عم بندق حبيبي. يا عم بندق، عم بندق هو الحمامه شريهان نيلي. عرفتي بقى ما ينفعش ليه؟ دي اخر حاجه كنت اتخيلها، شريهان وعم بندق. لا احنا مش هنحبس بالشاي بقى ولا ايه؟ ايه ده؟ عايز تحبس كمان بالشاي انت هنا؟ انا دلوقتي بس عرفت اسمك يعني الدبدوب. ولا لم نفسك، انا لازم امشي من المكان القذر دوت. هو ازاي حضرتك ما تقوليش ان السحلابه دي موجوده هنا؟ لا 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 لا، ما انت لازم تفهمي كويس قوي ان السحلابه دي قالت لي برضو ان انا ما اقولكيش ان هي هنا. السحلبة دي حبيبتي هي اللي تستحلب وتيجي تاخد الفلوس من ورانا. لا يا حبيبتي، السحلبة دي اللي موجودة من بدري عشان تاخد الفلوس من ورايا انا. احتمي نفسك يا بنت انتي. سحلوبي، رد عليها. لمي نفسك يا بنت انتي. الله 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 الله، في ايه ده؟ ازاي تكلمها كده يا دبدوب؟ لمي نفسك يا استاذ عيد. طب عن اذنك كده؟ يا سحلبة يا سحلبة يا سحلبة. الله 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 الله. طب اقول لك على حاجة، السحلبة دي تبقى امي. ايه عم بندق، عم بندق حرام عليكي والله، الراجل هيموت، انت السبب. وانا مالي؟ هو انا اللي كنت بضحته بالزهرية؟ ما تقوليليش كده في وشي، قولي فيز، قولي فازة حتى، انما ما تقوليش انا كده في وشي زهرية. برضك انت اللي بطحتيه بالفيز. انا كنت عايزه اخبطك انت، بس انت اللي مشيتي، ما كنتش عارفه اصلا. كده كده ما كنتش عارفه اخبطك بالقوقعه اللي على دماغك دي. قوقعه دبوني. طب بس بقى انت وهي، خلونا نشوف الراجل ده ايه اللي حصل له. عم بندق، عم بندق، الراجل بيصوصو يا جماعه. طب صوصو له في ودنه يمكن ينطق. شيو 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 شيو. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي معايا يا حبيبتي عشان ناخد فلوس جدي اللي هي حقي ونصيبي. برضه هتقولي فلوس جدي؟ بصي يا حبيبتي، عشان نجيب من الاخر كده، انا ليا في الفلوس دي زيك بالظبط، برضاكي او غصب عنك، والمجلة معايا. عايزه تكملي معايا في الحوار اهلا وسهلا، مش عايزه انت حره. هي كده يعني؟ اوكي. بسم الله الحمد لله، بيفوق اهو يا جماعه. بس 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 بس، كلب وراح، كلب وراح. خير الله خير الله. جبت العيش اللي لازم احطه في التلاجة عشان التسقية. جبنا العيش وحطيناه في التلاجة. الحمد لله. انت مين؟ انا العيش الملدي. وانا التلاجة. لا لو سمحت يا عم بندق، مش وقت فقدان ذاكرة خالص، عايزين نروح نشوف الفلوس. انت مين؟ انا نيلي عبد الله مكاوي. نيلي نيلي، والله كبرت يا نيلي. ايه يا عم بندق، في ايه؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن، كل حاجه زي ما هي. انا ما جيتش هنا بقالي 15 سنه، لكن كل حاجه زي ما هي. المحلات اللي بره، والمعنويين بتاعت النور، حتى الخشب ده كله. يا ربي مفيش حاجه بتتغير ابدا، كل حاجه كده. والحماويد والقبوه دي، وكله يا على الدنيا. يا ايه ده؟ حتى عم عبده من 15 سنه دي قعدته كوبايه الشاي والبتاع، يمكن بس غير الجلابيه، لكن ازيك يا عم عبده؟ ازيك يا عم عبده، اخبارك ايه؟ مش فاكرني يا راجل، الذاكرة بقى انت عارفين. 15 سنة يا سلام. فاكر يا معدو الذكريات الحلوة لما كنت بتجيب لي طبق الفول أبو طحينة وزيت الحر؟ ها؟ فاكر؟ يا ده ساعتها كان آخر طبق يعني ما حسبتكش عليه. ازيك يا معدو، وحشني قوي 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 قوي. بس على فكرة يعني أنا مش عم عبده. هي دي مش عمارة الدمنهوري؟ لا
دي مش عمارة الدمنهوري. عمارة الدمنهوري هناك اللي هناك دي. طيب هات اللي. طب وانت ليه مقعدك هنا يا عم عبدو؟ برضه هتقول لي يا عم عبدو؟ انا ما اسميش عم عبدو. اهدى بس، انت بتنكر نفسك ليه يا عم عبدو؟ برضه هيقول لي عم عبدو، ما تعصبنيش واتضايقت. خلاص خلاص خلاص، يلا بينا يا عم بندق. يلا يلا. سوري يا عم عبدو. برضه عم عبدو. بس بس. في ايه؟ في ايه؟ انت كذاب كذب. انا؟ لا عم عبدو. خشوا ما تخافوش. انا مش شايفه حاجه، هو النور مقطوع ولا ايه؟ ثانيه واحده هشد السكينه كله هيولع. اوكي. يا عنكبوت، المكان غريب ده، ناسك خيوطه ومش موجود. سيف ممكن تيجي جنبي هنا؟ ممكن يهاجمنا في اي لحظه. بس بقى متربوش اللي بيستربوش. ايه ده؟ ما تمسكش ما تمسكش تراب. هو جدك كان بيطبع منشورات؟ ايه ده؟ ايه البتاع ده؟ ميكي ماوس. مين ميكي ماوس ده؟ هو جده غبي. يا الناس دي مقتولة طبعا بجد؟ بس بقى ما تخافوش. ما تخافوش، انا حبيت اهزر معاكم باخدكم. وده هزار ده؟ اصلا انا هايف. تعالوا تعالوا خشوا 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 جوه. تعالوا ده رخم وهايف، راجل كبير وهايف. تعالوا ما تخافوش، انا هولع السكينه. السكينه؟ انا خايف منك انت. وانا هاني. البتاع ده غريب قوي. ده ميكي. مين ميكي بقى اللي انتوا بتقولوا عليه؟ واو، انا مش قادره اصدق ان انا في المكان اللي اترسم فيه اعداد ميكي يجيب ولغز ميكي. انا مش قادره اصدق كميه التراب اللي انا واقفه فيها. هو احنا جايين نسكن هنا؟ احنا جايين ندور على الفلوس. شو 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 ايه؟ تعمل ايه؟ هقعد. استني يا ماما، المكان كله تراب. قرف ده يا حبيبي. تعمل ايه؟ تعمل ايه انت؟ اقعد يا شوشو اقعد. طب احنا جينا المفروض ندور على ايه بقى؟ ما احنا زينا زيك اهو، مش فاهمين حاجه بس ادينا بنفكر. بس اللغز بيقول ان الخزنه بتاعت الدمنهوري اتسرقت. تفتكروا في خزنه بقى هنا؟ انا ما اعتقدش ان يكون في خزنه هنا. لو في خزنه تبقى في اوضه مكتب. ولو موجوده هتبقى اتسرقت. طب ما تيجوا نشوف الاوضه دي يا جماعه، ممكن تكون اوضه المكتب. تعال. بقول لك يا سيف، ايه؟ خش دور على الخزنه هنا وانا هدور هنا. متربه قوي. مفيش حاجة هنا. مفيش حاجة هنا برضه. ما تحاولش، مفيش. ايه يا ايه؟ اعمل لك كوباية شاي عشان تستحملوا بيها التراب ده؟ شكرا يا عم بندق، مش عايزين شاي، لأنك لو عملت لنا شاي هتخرج تاني وتيجي تخضنا تاني، فشكرا مش عايزين حاجة، خليك واقف هنا. خلاص أنا آسف جدا. عم بندق يا لذيذ أنت. في خزنة في المكان اللي احنا فيه ده؟ أكيد لا. أكيد لا، ولا تعمل زي عم عبدو البواب. لا 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 لا، أكيد لا. أصلي أنا بصراحة اللي فارش المكان ده حتة حتة مع جده، ولو كان جده جاب خزنة كان قال لي. أصل هو ما بيخبيش عليا حاجة أبدا خالص، جده بيحبني. أنت بتحب المكان ده؟ جدا جدا. طب ما تنضفه. بيجي لي حساسية. وبعد كده أقول لكم ولا حاجة، بصراحة أنا ليا ذكريات جميلة جدا جدا. تعرفي اللوحة دي؟ مالها؟ أنا اللي معلقها. جبت مسمار 10 سنتي صلب حطيته، رحت ماسك الدبشة كده، رحت عامل كده أهو. جاي تنزل طبعًا، أما جه على صباعك ما جاش في المسمار. لا جه في المسمار وعلقت اللوحة. أمال أنت قاعد تعمل لي كده ليه؟ فكرتك هتقول كده. بحب السسبنس يا ولاد، أصل أنا هايف.
استنوا يا جماعة، اللوحة دي هي اللي موجودة في المجلة. وبعدين هنعمل ايه يعني باللوحة؟ ممكن تبقى الخزنة وراها. ايه يا حبيبتي الافلام اللي انت عايشة فيها دي؟ وبعدين انت مش سامعة دلوقتي عم بندق بيقولك هو اللي معلقها بنفسه، حتى جاب التوبة والمسمار 10 سنتي سولت وراح عامله كده وعمل التوبة جامد كده تش ما خبطتش في صباعه، راح لا حطها عادي ايه ده؟ الخزنة دي ليها رقم سري؟ اكيد طبعا. انت كمان هتعمل نفسك عارف ان في رقم سري؟ لا انا بقول اكيد ليها رقم سري، بس ما قلتش ايه هو الرقم السري. طبعا عشان ما تكذبش. والسعي كده. تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟ ايه اللي اعرف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. انا مش بتكلم على جده ده، انا بتكلم على جدنا احنا. 22/10/1932. يعني 19. معلش، الاثنين قبل الثلاثة ولا الثلاثة قبل الاثنين؟ معروفة ان الثلاثة اكبر بالاثنين. انتوا بتقولوا 32 فانا بتلخبط. ما خلصنا البروبلم. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جده كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي. الاي تي ام دي البطاقه القديمه، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح، هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف. هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. اوكي. انا بس بعد اذنكم ممكن بعد اذنكم اتفضل. ها؟ ايه ده؟ يا حظك المهبب يا صباح، جت الحزينه تفرح ما لقيت لهاش مطرح. طارت الشغلانه ام 5000 جنيه. المنحوس منحوس، ولو علقوا على راسه فانوس. بابي فين؟ انتوا عملتوا فيه ايه؟ اهدي يا نيلي، باباكي كويس موجود جوه مع الدكتور. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ مش كفايه اللي حصل بسببكم؟ مش انت اللي بتسالي؟ انا هوديكوا في داهيه انتوا الاثنين، هحبسكم. بقول لك ايه يا بنت، انت انا مش عايزه اغلط فيكي عشان خاطر الراجل اللي مرمي جوه، بس انا ممكن ارسلك راس ولا ورق الخاص. خالتي احنا في المستشفى، مش هينفع نرص هنا. لا معلش لو سمحتي سيبيها، لو انت قد كلمتك فعلا اتفضلي رسيلي دلوقتي وانا اكلم لك البوليس يجي ياخدك انت والخاص اللي هترسيه ده. والسعي كده. تعالى يا بيت. مالك يا بابي؟ الناس المتخلفة دي عملت فيك ايه؟ ما تحاسبي على كلامك يا بنت انت. هو عنده ايه لو سمحتي؟ هتعرفي كل حاجة من الدكتور. اهو جه. مساء الخير يا جماعة. ايه الأخبار يا دكتور؟ والله تعبان جدا، بقالي يومين صاحي ورجلي مش قادر أدوس عليها، بس ما تخافيش عليا هبقى كويس. خاف عليك ايه؟ وأنا أعرفك أصلا؟ أنا بسألك عن بابي. أستاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، ده ما تقلقيش عليه، هو بس أول ما جه كان حالته تصعب على الكافر. جابوا له دكتور البطنه كشف عليه وكلموني، جابوني وانا يا دوب لسه داخل انام. اصلا انا كان بقالي 36 ساعه ما نمتش. انت اسمك ايه؟ نيلي. بقالي 36 ساعه ما نمتش يا نيلي، غير موضوع رجلي ده اللي مش قادر اقف عليها، ورغم كده جيت. وجيت له عملت ايه بقى؟ عملت اشعاعات وتحاليل وكل اللازم. وايه اخبار التحاليل؟ والله في مشاكل، اليوريك اسيد طلع عالي جدا، وغالبا هو ده اللي عامل لي الوجع في رجلي. انا كنت محتار في رجلي ده ما بين اليوريك اسيد ولا الكروكس الجديد اللي هو المخطط ده. انا مالي انا ومال رجلك وقرفك؟ انا بسالك عن بابي، تعبان كويس محتاج يرتاح محتاج دواء. دواء؟ سعاد ازاي ما تفكرنيش بالدواء؟ نسيت تدي بابي الدواء؟ لا نسيت انا اخد الدواء، كان المفروض اخده من ساعتين. مالكش دعوه بنفسك انت، انا بسالك عن بابي، هو حالته ايه؟ استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، بقول لك المشكله فيا انا. سعاد اديني السماعه.
لا سمعت الموبايل، عايز اطمن على الاولاد. يا خبر خير؟ ساعتي مأخرة جامد. ما تقلقيش عليه، هو بس لخبط في الاكل شويه. لخبط في الاكل ازاي؟ كلت ايه؟ والله ما كلت حاجه من الصبح، ده انا اصلا بصحى من نجمة عشان اجي المستشفى لان انا ساكن في العاشر. يخرب بيتك انت، انا مش بسالك انت، بساله هو. اكلوك ايه الناس المتخلفه دي؟ الله، طب وانا مالي؟ هو اللي اتفس وكل طبق المخاصي كله لوحده. يعني ايه مخاصي؟ اه؟ ايه يا جماعه مش بتردوا ليه؟ يعني ايه مخاصي؟ ايه مخاصي دي يا دكتور؟ طب دي اشرحها لها ازاي دي؟ قولها. اقول لك عادي؟ ايوه قول. انت ازاي تقول لي كده؟ وانت يا ستي قليله الادب، ازاي تاكلي بابي الحاجات دي؟ لا بقى، لا يا خالتي سيبيها لي انا. طب معلش يا جماعه، يعني قبل ما تتخانقوا استاذن انا بس عشان عندي ميعاد دكتور. تبقى كلمني ها، يعني هقوم بالسلامه واجي لك. خد بالك من نفسك. حاضر. بقول لك ايه يا بنت، انت تتكلمي معانا عدل بدل ما اديكي قلمه تففك سنانك. على فكره انا كمان ممكن اديكي قلمه تففك ودانك. ايه الهبل ده؟ مفيش حاجه اسمها تففك ودانك اصلا. هو اصلا مفيش حاجه كمان اسمها تففك سنانك، الناس بتف تفاف عادي كده تفو. بس كفاك وقرف انتوا الاثنين. نيلي انا بقيت كويس. لا يا بابي انت مش كويس، عن اذنكم بقى عشان بابي محتاج يرتاح. ليه؟ اتفضلي خدي، خدي لك ميكروباص بقى ولا توك توك ولا الحاجات اللي بتركبوها دي، وانت والست اللي معاكي دي اتفضلي. لا يا حبيبتي خليهم لك، ينفعوكي تشتري بيهم شيرز ولا حاجه بدل الجاكيته المقزعره اللي انت لابساها دي. مقزعره؟ انت عارفه الجاكيت دي براند ايه اصلا؟ ايه يعني؟ برشكا؟ برشكا؟ الجاكيت دي حبيبتي تشتريكي انت والشارع بتاعك كله. ليه ان شاء الله؟ جاكيته ولا مزرعه في الصحراوي؟ يا بنات مش كده، كفاياكم تكفه. بابي انت تسكت خالص بالحاجات الغريبه اللي انت كلتها دي من فضلك. نيلي انت حبيبتي اللي بدأتي. يعني انت معاهم عليا تاني؟ انا مع الحق. اوكي يا بابي نتحاسب في البيت، وكفايه كده عشان ما اقولكش حاجه تانيه قدامهم. باي باي. انا اسفه والله يا عمو، يعني هي اللي ابتدت بس كان لازم ارد عليها. لا حبيبتي مفيش حاجه، انت عارفه نيلي عصبية بس بتطلع تطلع وبتنزل على مفيش. لا 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 لا، إذا كانت ردت عليك أنت شخصيا مش معقول، يعني دي قليلة الأدب، دي ما تربتش ربع ساعة. ما أنا بقول لك هي عصبية. لا 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 يا عمو لا، ما ينفعش بصراحة، عمالة تهزقك قدام الناس. بصراحة حضرتك قليت في نظري جامد، مش معقول خليتك هزق. يا بنتي قلبها أبيض والله ما تقصدش. خلاص بقى يا شريهان ما تسكتي بقى. سلامتك يا سي عبد الله، أنا مكسوفة من روحي قوي. الزهر يا أخويا إن أنا تقلت عليك. انت اللي مكسوفه. انا اللي مكسوف قوي. سرقت منك وامتى؟ في كلام مهم قوي. ملحوق، استريح انت بس يومين ثلاثه في البيت وصلوا بطولك كده، وبعدين نبقى نكمل كلام. لا بيت ايه اللي استريح فيه؟ انا هنزل الشغل فورا، سمعت الدكتور قال ان انا كويس. ده غير سيبك من الدكاتره دي كمان، يعني انا اول ما انزل الشغل هكلم الدكتور بتاعي، الدكتور ربيع، احسن دكتور في مصر، هيجي تبع الحالة. لا تنزل الشغل ازاي وانت تعبان كده؟ خلاص يا خالتي بيقول لك هينزل الشغل، وانا ان شاء الله من بكره هنزل استلم الشغل باذن الله، وبعدين هراعي عمي وادي له الدواء في ميعاده. خلاص يا خالتي. اه اذا كان كده معلش، خلاص بقى اللي تشوفوه. الحمد لله على سلامتك يا سي عبد الله. الله يسلمك. انا هبقى اعدي عليك في المكتب عشان اطمن عليك. تنوري الدنيا كلها يا ست صباح. تعيش يا سي عبد الله. سلامتك يا اخويا، الف سلامه. الله يسلمك يا غاليه. بعد اذنك. مع السلامه يا عمو، الف سلامه. خد بالك من روحك يا سي عبد الله. شوف بكره الدواء في ميعاده يا سي عبد الله. وبعد هالي صباح. صباح الخير. صباح النور يا فندم. مكتب مستر عبد الله. اتفضلي حضرتك في السكرتيريه. شكرا. صباح الخير. اتفضلي. صباح النور.
بعد اذنك كنت عايزه اقابل مستر عبد الله. لا هو في الحقيقه مشغول دلوقتي. اقول له مين؟ انا شريهان عبد الحليم. هو كان قايل لي بنت اخو مستر عبد الله صح؟ هو انا ما بحبش اجيب سيره القرابه في الحاجات دي، بس ده بنت اخوه لازم. ولا يهمك، هو كان مفهمني كل حاجه. اتفضلي معايا انا هوريكي مكتبك. مكتبي؟ اه مكتبك، اتفضلي. ده مكتبك. وحيات امك. ايه؟ يعني شكرا. طيب اتفضلي بقى اقعدي على مكتبك، وهيجي لك حد دلوقتي يقول لك طبيعه شغلك ايه. شكرا قوي. شكرا. أوكي. شكرا. الحمد لله يا رب. الحمد لله. السلام عليكم، انا شريهان زميلتك هنا ان شاء الله. الله 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 يا رب. الحمد لله يا رب يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ مش مشكله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا كتير، لا كتير، بس والله لو السقف وقع على دماغنا عدالك عدالك. لا كتير. لا ايه ده؟ الحمد لله الحمد لله يا الله. الحمد لله يا رب. شاور شاور. هاي سو. هاي نالي، انت كنت فين كل ده؟ اول ما كلمتيني خدت شاور ولبست وعملت ميك اب ونزلت مشيت فيكي ورجعت تاني خدت شاور عشان فيكي بتلحوسني، وبعدين عملت ميك اب ولبست وجيت لك جري. ايوه بس احنا كان ميعادنا من ساعتين على فكره. سو بليز ما تضايقنيش عشان انا بجد مش طايقه نفسي. مش عارفه ليه من ساعه ما دخلت الناس قاعده بتبص لي عينيها بتبز، يعني كان جينيفر لورنس دخلت النادي. ليه عينيهم بتبز؟ اه عشان الانترفيو ده. انا قعدت امبارح اتفرجت انا ومامي وجبنا الجيران وجبنا بوب كورن. ايه اللي انت كنت بتقولي ده؟ يور هيلاريوس. بس هي لوكت اميزنج باي ذا واي. ثانك يو از يوجوال. انت صحيح شفتي البوست اللي جيسي عملت له شيرنج على فيسبوك وتويتر وانستغرام وعملت له سناب شات ستوري واتساب جروب؟ طبعا، ما هي لازم تصطاد في المايه البركه. نالي اي ثينك اتس جود تصطاد في المايه العكره. وات ايفر. اكيد دلوقتي جيسي بقى فرحانه قوي، فاكره ان هي فضحتني وان انا همشي في الشارع بعيط مش مصدقه نفسي ازاي جيسي عملت فيا كده. هي عبيطه دي ولا ايه؟ انا هعرف ازاي اجننها وادمرها واخليها ماشيه كده عينها في الارض. ازاي؟ انت عارفه جيسي دي كان شكلها عامل ازاي قبل ما تنتشر في حياتنا كده؟ عادي طبيعيه زينا يعني. انت فاكره ان هي كانت حلوه ناتشرلي زينا كده؟ اكتشلي زيي يعني؟ لا خالص، دي كلها فيك، كلها من فوق لتحت. مش لازم اقول لك ديتيلز يعني. يو جوكينج. بتهزري. واصلا كمان اسمها مش جيسي ولا حتى جاسمين، اسمها ياسمينة. ايوه. وكانت الناس بتقول لها ياسمينة السمينة. ايوه. يو نو وات سمينة از اوف كورس. يس. انت عارفه بقى بعد كده سافرت لبنان وعملت في نفسها اللي هي عاملاه دلوقتي وخبت كل صورها القديمه. بس انا بقى هعرف اجيب الصور دي وانزلها لها. انا مش هخلي موبايل في مصر غير عليه الصور دي. ايوه بس انت بتقولي ان هي مخبيه الصور، هتجيبي الصور ازاي يعني؟ من صاحبها القديم اللي كانت مصاحباه قبل ما تسافر. مين صاحبها ده؟ احنا نعرفه؟ انا سالت وعرفت ان هو واحد في الجامعه في انجينيرنج. لسه في الجامعه؟ That's so weird. ايه الجهل ده يا سو؟ بقول لك انجينيرنج يعني 9 سنين وسنه التزام او اتزان اي دونت نو. وانت بقى هتروحي تقولي له بليز اديني صور فهيديكي صور. Never underestimate me. مشكلتي معاكي يا سو انك فاكراني سهله. يلا بينا. استني معاكي مبرد؟ يس let me check. بليز عشان عندي حاجه البنت بتاعت المانيكير بتقولي اسمها ودنا. مساء الخير. بقول لك ايه يا عروسه؟ حاسب يا رب. هو التكييف ده شباك ولا زبلت؟ اسبي ايه؟ زبلت. لا هو تكييف مركزي زي ما انت شايفه عقبال عندك. اه سنترال يعني؟ سنترال. اه بيت دمك سم.
الحمد لله الحمد لله. الو اي يا فندم؟ محدش بيرد على التليفون ليه؟ انا عايز حد من الموظفين يجي لي مكتبي فورا بسرعه. حاضر تحت امرك يا فندم. فلايت النهارده شكله قرفانه وهيعرفنا كلنا. بقول لك ايه؟ استاذ فلايت كان عايز حد من الموظفين، ما تروحي له انت. انا؟ بالمره تعرفي انك الموظفه الجديده وتعرفي عليه. هو مين استاذ فلايت ده؟ استاذ فلايت ده بقى يا ستي يبقى مديرنا كلنا. وانا هتعامل من المدير كده على طول؟ اه. يلا يلا روحي. ماشي. إلسا أستاذ فلايت إزيك يا أستاذ فلايت؟ لا أستاذ بيئة. هلو مستر فلايت. لا أوفر دي كمان أوفر. إزيك يا مستر فلايت؟ حلوة دي راسية كده. إزيك يا مستر فلايت؟ يا رب توكلت على الله. ادخل. ازاي حضرتك يا مستر فلايت؟ والله العظيم انا فرحت جدا ان انا هشتغل مع حضرتك يا مستر فلايت، وان شاء الله ان شاء الله اكون عند حسن ظن حضرتك. حضرتك اصلا قماشه العرض عرضين، تقدر تشكلها زي ما انت عايز، بس حضرتك تدب المقص يا مستر فلايت. تقصدي ايه فلايت؟ مقصود ايه ده؟ حضرتك انا ما اقصدش جبتيها منين فلايت؟ مش انا اللي جبتها حضرتك، مش انا اللي جبتها، انا اسفه والله. يمكن عشان ده عشان هم مين قال لك فلايت؟ مش انا اللي قلت هم اللي. ازيك؟ اهلا مستر عبد الله. الحمد لله. شيرين مبروك يا حبيبتي، اول يوم شغل. ربنا يخليك. انت تمام؟ الحمد لله. منير انا عاوزك تاخد بالك من شيرين. عارف شيرين دي تبقى مين؟ مين؟ بنت عبد الحليم اخويا الله يرحمه. أنا عاوزك تتوصى بيها، دي زي بنتي بالظبط. ما تقلقش مستر عبد الله، شريهان في عينيا. تمام، وأنت كمان شريهان، لو عاوزة تتعلمي أصول الشغل خليكي ورا مستر منير. هو وراه صعب بس أنا وراه. حاولي يا حبيبتي، حاولي عشان خاطر. حاضر. ميرسي يا فندم. عارفة مستر منير ده هيبقى إيه؟ أكبر خلفية اقتصادية أنا ما شفتهاش قبل كده. والله ولا أنا شفتها قبل كده خالص. لا يا فندم حضرتك كمان نسيت خلفيتي القانونية. تاني هو في مفاجأة تاني؟ هما اتنين؟ أمال أنا ملك الخلفيات. أسيبكم وأنا بقى. ميرسي يا فندم. اتفضل يا فندم. طب يا أنسة شريهان أنا عايزك تركزي معايا كويس قوي. أنا أحب الجدية والتركيز في الشغل. حاضر. حاضر. ورايا. محدش له دعوه ايه ده ايه الخناقه دي؟ ملناش دعوه بقى يا سو، عايزين نشوف فين سيف ده. متسالي كده لو سمحت. هاي هاي. لو سمحت هو فين سيف جه الحق؟ هو اللي في الخناقه هناك ده. يعني انتوا عايزين تخبطوا لي عربيتي وتجروا ليه؟ شايفين سجقه؟ انت بعد الشر حضرتك سجقه. اذا انت زي القمر ده، بس مش عارف في فخده هنا وبتلو، يعني بتستوي بسرعه. بسم الله ما شاء الله حضرتك. ايه ده؟ هو الولد ابو عضلات كبيره دي اللي عمال بيزنق الولد التاني عند العربيه؟ لا. هو اللي بيتضرب؟ لا. ما هو مين؟ هو اللي قاعد في العربيه. انا مالي حضرتك، هو اللي سايق. معلش غلطت والبني ادم خطاء. انزل كلمه حرام عليك. اطلع يلا بدل ما اعمل لك صاحبك كفته. اطلع. حضرتك شغال في المنوفي حكايه كفته دي؟ حلوه الكفته، اعمله كفته هيبقى عسل في الكفته. هو يا حرام يا حرام، انا مش عايزه الضخم ده يضربه. يا رب يفضل كويس بس لحد ما اجيب منه الصور، بعد كده يولع مش مشكله. الحقني حرام عليك. وانا مال؟ انا ما ينفعش انا وانت نتضرب. انا وانت هنموت كده، لازم واحد يعيش عشان يحكي حكايتنا. طب احكي الحكايه انت. ماشي اضرب. اطلع يلا بدل ما اكسر العربيه فوق دماغك. اكسر العربيه. الو. ايوه امي. لا ازاي حضرتك عامله ايه؟ لا مفيش في السوبر ماركت. لا بجيب سجق او كفته. ايوه ماما. امي ادعي لي يا امي. ادعي لي شريف، ادعي لي شريف اكتر مني لان هو محتاج الدعاء دلوقتي.
تليفون ايه؟ انزل اتكلم، ده وقت تليفون. شريف انت كويس؟ انا كويس. انا كويس. طب الحمد لله. طمني، امال قلقني ليه عليك يا اخي؟